يا صباح الهنا، صباح الرزق، وصباح كل حاجه حلوه علينا يا رب. زي ما احنا بنحب كده نبدا بحضراتكم دايما يبقى عندنا تفاؤل في بدايه الاسبوع. ان شاء الله كمان يبقى اسبوع كده كروي رائع جدا، ووشه خير باذن الله على النادي الاهلي. عندنا ماتشات مهمه وفتره يعني مش هنقول مضغوطه، لكن فتره اعتقد افضل حاجه ان احنا نقدمها ان احنا نظهر مره ثانيه بالشكل اللي احنا نعرفه، والشكل اللي جماهير النادي الاهلي تعرفه، والشكل اللي النادي الاهلي نفسه يعرفه. صباح الفل على حضراتكم. بونجور. بونجور عليكي، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. اهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن جانب كده من كلامنا، هيكون عن اللي فات، واكيد الجانب الاكبر هيكون عن اللي جاي، لا سيما مباراه النهارده ان شاء الله امام فريق اسوان المدجج ب 19 صفقه جديده، فرقم يعني يكاد يكون قياسي فيما يتعلق بعالم الصفقات. فرقه ونص. طبعا فرقه وشويه، فرقه وشويه فعلا. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه التفاصيل اكيد في الساعه الاولى، والساعه الثانيه هينورنا في الجزء الاول منها كابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب. وثاني واخر فقراتنا هتكون فقره طبيه، وهتنورنا من خلالها دكتوره ريهام الحياوي، واكيد موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. ولكن في البدايه واجب التنويه عن امر اعتقد انه يهم. بص بقى يا كريم، ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده وكنا قاعدين وبنناقشه ومع فريق الاعداد، وقلنا ان احنا يعني لازم نتكلم في النقطه دي او نوضحها في البدايه. فكره هنا ان يعني كل شويه حد يطلع يقول لك خط حصري او المعلومه دي جات لي، او في حاجه انت مش عارفها انا هقولها لك، الكلام ده مش وارد تماما. وقلنا قبل كده واكدنا عليه، اي حاجه بتصدر او معلومه عن النادي الاهلي اتمنى وارجو حضراتكم تاخدوها من النادي الاهلي. مستر كولر مفروض ان هو امبارح كان عنده اعلان مهم جدا، هو قاله كده امبارح، قال ان هو لم يدلي باي تصريحات تماما اعلاميه، لا بشكل مباشر او بغير مباشر من خلال وسيط، ده عشان يقفل بقى الباب اللي يطلع يقول لك ايه خد المعلومه دي طبعا. اصل هو الراجل انا قابلته واحنا ماشيين في الكوريدور مش عارفه في شارع ايه، فمفيش الكلام ده. الراجل لا يدلي وطلع وقال لك انا ما قلتش اي تصريح لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، واكد كمان ان الامور الفنيه بتخص الجهاز الفني ومفيش مجال للنقاش فيها مع الاعلام ابدا او الجلسات الخاصه. فيا ريت هنا بقى اللي احنا بنرجوه انا وكريم واكيد كلنا كاهلاويه، يا ريت نقلل يعني او نقفل كمان الموضوع ده على كده، ونتحرى الدقه ونسيب الجهاز الفني يشتغل مع الفريق ويحقق اهدافه. وكفايه بقى يا الناس اللي بتحاول ان هي تعمل يعني فيور شيب عالي على حساب مثلا كيان كبير زي النادي الاهلي او غيره، حاجه اعتقد مش الطف حاجه. نتمنى بس تتحري الدقه والمهنيه، لان اعتقد ده ما يزعلش حد ان احنا نطلع نطالب بيها كريم. مش حلو ان انت تقعد تقول اصل انا كنت قاعد مع فلان مع كولر وقال لي، اصل هو قال لحد صاحب ابن خالتي، يعني حاجات زي كده بتتقال حاجه غريبه جدا. الراجل بنفسه طلع قال لك انا ما قلتش حاجه ومش هقول حاجه، ولا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. يعني نرجع ونقول تاني يعني. ادي اللي خدناه من السوشيال ميديا ومن الكلام الكتير المغلوط اللي بيطلع كل يوم والتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، والكلام ده اتكرر مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره كتير الحقيقه. مع كل مجيء لمدير فني جديد كان بيبقى فيه تكهنات، وكل حد يمشي بسكه تسمع مني الاسم الجديد هو فلان الفلاني، ويتضح في نهايه الامر ان الاسم مختلف وبعيد كل البعد. حصل الكلام ده مع الصفقات الجديده. تاني نرجع ونقول لحضراتكم كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي لا يصدر عنه بيان الا من قبل النادي الاهلي من خلال قنواته المشروع. بس انتهى كلام عند النقطه دي عشان ما نطولش، نقفل بقى الصفحه وخلينا نخش على المهم ونتكلم عن ماتش النهارده ان شاء الله. يعني خلينا بس نقول في البدايه كده ان رابطه الانديه اعلنت اليوت يانج لاعب الجوله الاولى من الدوري المصري الممتاز هو هذا الموسم. ده طبعا بناء بيكون يا كريم على اختيار وتصويت للمتابعين، يستحقها بصراحه اليوت يانج، يعني لاعب تقيل جدا طبعا. جدا كلنا فرحانين بيه، بالتوفيق ليه كمان، ودايما في تالق دائم، وجميع لاعبتنا باذن الله كمان. النهارده بقى هنتكلم مع حضراتكم اكيد عن المواجهه كمان المرتقبه بين الاهلي بقياده طبعا كولر، واسوان بقياده كابتن ربيع ياسين. وطبعا كابتن ربيع ياسين كريم برده تاريخ كبير في التدريب، ما نقدرش ابدا نقول غير كده. وبرغم ان اسوان خلينا نقول بلغه الارقام هو خسر اول ثلاث نقاط في الجوله الاولى امام طبعا الاتحاد السكندري، لكن الفريق قوي وعنده صفقات زي ما انت قلت في بدايه الحلقه، عدد 19 صفقه، و19 صفقه فيهم بجد عناصر مميزه جدا زي ايفونا مثلا، انا بشوف ايفونا ده كويس جدا، حمودي، علي فتحي، محمد حمدي زكي، كل الناس دي كويسين. لكن 19 برضو عنصر جديد، البعض بيقول لك ربما تؤخذ على الفريق وربما تكون في مصلحه الفريق.
دايما كل حاجه بتبقى سلاح ذو حدين، يعني ممكن تخدم وممكن تضر. 19 برضه انت بتتكلم بجد في فرقه جديده، يعني فرقه ونص فعلا، فهل التناغم هيبقى كويس؟ هل التكتيك هيبقى مفهوم؟ هل فكر المدرب هيترجم على الارض بسرعه او بشكل يعني نقدر نقوله تلقائي او بشكل مدروس كويس؟ ما اعرفش، كل ده هيبان. لكن اسوان طبعا هيدخل الماتش ده اللي احنا متوقعينه، عنده دوافع ان هو يعوض الخساره طبعا السابقه، والاهلي برضه هيدخل الماتش وهو عايز يكمل اكيد مسيره الفوز اللي محققها من بدايه الموسم محليا وقاريا، ويعوض الموسم اللي احنا ان شاء الله لا يكرر مره ثانيه يعني. فده عنده دافع، ده عنده دافع طبعا. ده عنده حق مشروع، ده عنده حق مشروع. هنشوف مباراه حلوه اكيد. انا اتوقع برضو يا كريم رغم كل الكلام اللي احنا قلناه ان اسوان خسرت والصفقات برضو ربما يعني تكون ماخوذه شويه على الفريق، وربما برضو الارقام بتاعت اسوان مش افضل شيء، لكن انا بقول لك برضو هيكون في تنافسيه. اكيد الماتش مش هيكون سهل، وبصفه خاصه في ظل الصفقات ال 19 اللي بنكلم حضراتكم عنهم، ماتش مش هيكون سهل بالرغم من ان تاريخ مواجهات الفريقين بطبيعه الحال هو لصالح النادي الاهلي، يعني هما اتقابلوا قبل كده في 22 مباراه من التسعينيات من القرن الماضي، الاهلي كسب في 21 لقاء منهم وما خسرش غير في لقاء واحد وحيد. سجل لعيبه النادي الاهلي 51 هدف من خلال هذه اللقاءات واستقبلت شباكه 10 اهداف فقط، واكبر نتيجه حققها النادي الاهلي كفوز على اسوان كان بنتيجه 5-0، والكلام ده كان في موسم 2002 2003. كمان كولر اكيد هيكون عنده رؤيه في نقاط الضعف اللي اسوان وقعت فيها خلال ماتشها الاخير امام الاتحاد، عشان بالتالي يقدر يشتغل عليها، وبموجب هذا الامر يقدر يقتنص الثلاث نقاط اللي اكيد كل نقطه منهم هتكون غاليه جدا، واحنا قبل كده دقنا مراره نزيف النقاط لاعتبارات كتير اغلبها ما كانش يعني ليه علاقه بينا احنا الحقيقه باي حال من الاحوال، ولكن ان شاء الله هذا الامر لن يتكرر، وباذن الله كل ماتش من ماتشات النادي الاهلي الفتره اللي جايه هو لقاء مهم، ايا كان اسم المنافس ايه هو ماتش مهم، واكيد يهمنا جدا الثلاث نقاط، وبنتمنى التوفيق في ماتش النهارده. تاني كريم كلامك مظبوط، هنرجع نقول المباراه ان شاء الله مش يعني متوقع انها هتكون حلوه بس مش هتكون سهله، لكن تاني كولر ولاعبتنا قادرين على حسم اللقاء اعتقد وفرض سيطرتهم على المباراه من البدايه، غلق جميع بقى المساحات امام كمان المنافس زي بالظبط لما حصل، لو هنتكلم اللي حصل امام الاسماعيلي والمباراه كانت بجد فيها تكتيك كان عظيم جدا، وقدرنا ان احنا نسجل هدف من يعني كانت جمله هجوميه روعه بصراحه لو هيطلق عليها حاجه او وصف هي روعه. على كل حال خلينا نتكلم مع حضراتكم برده في المباريات النهارده، النهارده في كذا مباراه مهمه يا كريم، بيراميدز والمصري الساعه 3، الزمالك والسيراميكا كليوباترا الساعه 5، وعندنا كمان الاهلي واسوان. وبالمناسبه خليني اقول لحضراتكم جدا برضو لان في شق احنا بقالنا فتره بنتكلم فيه عن موضوع التحكيم، كلايتنبرج كان طلع فيديو كده او طلع في فيديو يعني بعد انتهاء الجوله الاولى وقال فيه رايه، هو بقى بيتكلم عن فكره هنا التحكيم في يعني الجوله الاولى، قال ان حتى يعني حتى هذه اللحظه هو موافقه اللجنه او لجنه الحكام على القرارات التحكيميه اللي صدرت، بالرغم ان في بعض يعني لم يلتقي معاه او ما تلقاش معاه يعني ما اتفقوش معاه على النقطه دي، لكن هو قال لا كان لحد دلوقتي ما فيش اي اعتراض، مبدا الشفافيه اعتقد ده مهم جدا ان هو يكون موجود وطبق بالفعل، فده هيخلي كل الحكام تركز في التقديم اعتقد الافضل. لكن برضو نقطه كويسه ان انت تشوف ان في الجوله الاولى سو فار في الدوري عندك المحلي ما فيش اخطاء تحكيميه فجاه، هل ده بقى رجع ان انت دلوقتي اصبح عندك لايتنبرج اللي هو يعني هذا التايتل اللي هو رئيس لجنه الحكام ان هو بيحاسبك بيدور وراك، هل انت ركزت بعد ما هو كان موجود اكتر ولا العلاقه مش موجوده ملهاش علاقه؟ يعني كده كده التحكيم عندنا ما بيبقاش في الجولات الاولى ظاهر قوي في الاخطاء، ما نعرفش، بس المهم ان يكون كل المعنيين يعني ماشيين في التراك الطبيعي اللي وصلنا في نهايه المطاف ان احنا نتفرج على منظومه تحكيميه عادله ومنطقيه، احنا مش عايزين اكتر من كده. تعالوا بقى نروح يا حضرات لفريق اليد اللي الحقيقه مشرفنا حتى في خسارته بالامس امام ماجديبرج الالماني، الحقيقه يعني لعيبه النادي الاهلي قدموا مباراه رائعه جدا. الشوط الاول كان في منتهى القوه وكنا ماشيين راس براس ند بند، وانتهى الشوط الاول بنتيجه 18-17 لصالح المنافس، ومع نهايه اللقاء للاسف الشديد لم يحالفنا التوفيق في التاهل للنهائي وخسرنا بنتيجه 36-28. طبعا الفريق الالماني هو بطل العالم في النسخه الماضيه من هذه البطوله، وبطبيعه الحال هو كمان بطل اوروبا، وخلونا نفكر حضراتكم ان النادي الاهلي بحقق اعلى مركز في هذه البطوله
على مستوى كافة الأندية العربية بعد حصده للمركز الثاني في نسخة عام 2007. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في المنافسة على برونزية البطولة. بالمناسبة هيقابل فريق كالسي البولندي النهاردة في منافسة أكيد هتكون قوية جدا جدا، هيتحدد من خلالها المركزين الثالث والرابع. أما برشلونة وماجديبرج فطبعا هما اللي هيلتقوا في نهائي هذه البطولة. وبرضه فرصة نتكلم مع حضراتكم أكتر عن تفاصيل لقاء الأمس بشكل موسع، وكمان نتعرف على الرؤية التحليلية لبطولة سوبر جلوب مع الأستاذ كريم حسن عضو لجنة التحليل والإحصاء ببطولة العالم اللي منورنا حاليا على التليفون. صباح الفل على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير كريم، صباح الخير نواف، صباح الخير على جمهور الأهلي. صباح الخير على كل. اهلا بيك يا فندم. طيب عايزين في البدايه نتكلم مع حضرتك مبدئيا كده على لقاء الامس، كيف رايت هذا اللقاء؟ لقاء الامس امام فريق ماجدبورغ، طبعا ماجدبورغ حامل اللقب الوسطى الاوروبيه وفريق تقيل بطل اوروبا، وكان بينافس النادي الاهلي في الدور قبل النهائي للبطوله. النادي الاهلي قدم مباراه امبارح، مباراه متميزه، يمكن قدم مباراه امام بنفيكا كانت مباراه بدايه القوه والحماس، استهلك بدنيا في مباراه بنفيكا. امبارح الشوط الاولاني كان ولا اكثر ولا اروع قدر النادي الاهلي، ويمكن كان في خطا اسلام حسن في الكره الاخيره، كان ممكن الشوط الاولاني يطلع تعادل بنتيجه 18-18. اسلام حسن امبارح كان مقدم مباراه يرد بيها على المشاهدين بقدرات اسلام حسن، لولا سوء التوقيت اللي صادفه في الضرب في اخر 10 دقائق، في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، كان اسلام حسن كان ماشي بشكل جيد جدا، كانت نسبته 5 من 5 في الاهداف بنسبه 100%، قدر ان هو يفضي مساحات كثيره، قدر ان هو يخترق دفاعات ماجدبورغ، وكان متميز من ناحيه التصويب والاختراقات. ماجدبورغ استغل في الشوط الثاني، لو جينا اتكلمنا فنيا يعني ماجدبورغ استغل فنيا التغييرات اللي بتتعمل من على الخط نتيجه للدفاع بتاع النادي الاهلي اللي هو بيغير مدافعين، استغلها من ناحيه السرعات بتاعته، ظهر بشكل يعني مش هنقول ظهر الارهاق على بعض اللعيبه كثيره في النادي الاهلي، لكن المستوى مبشر بالخير، والنادي الاهلي امبارح قدم مباراه بدايه التميز وبدايه الروعه. وان شاء الله مباراه النهارده امام كيل يعني انا شايفها بمنظور مختلف، ان شاء الله الاهلي قادر النهارده ان هو يحرز تصفيه بطوله العالم. طيب خلينا نروح مع حضرتك بقى من وجهه نظرك برضو، يعني خلاص لو هنتكلم احنا فرصتنا دلوقتي او احنا بننافس على الثالث والرابع، مين بقى اللي فرصته ان هو يعني زي ما بتقال كده نرشح للبطوله هذه النسخه؟ الاكبر نرشح الاكبر. النسخه دي هي امتلاكات ثاني مره ما بين النسخه الماضيه، طبعا النسخه الماضيه كانت برضه عظيمه بين برشلونه وماجدبورغ. ماجدبورغ فريق متميز، فريق متكامل، لكن برشلونه استطاع ان هو يلعب بعناصر متميزه، وانا شايف ان كابتن برشلونه هي الاقرب نتيجه لتواجد افضل حراس مرمى، افضل حارس مرمى في العالم فابريجاس، فده هيدي له الاتحاديه اكتر، بجانب ان الفرقه منسجمه مع بعض بكامل الخطوط بتاعتها، ومعظمهم بيلعبوا مع بعض انتخابات بقالهم فتره كبيره. كويس، المهم نشوف لعب برضو كويس، ده اللي احنا اكيد في الاول في الاخر بنبقى عايزينه، وان شاء الله احنا نعوض لسه كده كده فرص قدامنا كتيره جدا. شكرا ليك. شكرا. هو انا بس مع احترامي انا اتفضل يا فندم. انا عايز اعلق على حاجه بس كان قالها، يمكن النادي العربي النادي الاهلي هو النادي العربي الوحيد اللي حصل على مركز متقدم في البطوله، يمكن انا بختلف معاك يا كريم، هو النادي الاهلي هو النادي الافريقي صاحب الامتياز الاكبر في افريقيا بالحصول على المركز الثاني، ولكن بالنسبه للبطوله للعرب هنقول ان احنا عندنا كان استاد القطري احرز لقب البطوله ديت عام 2002 في الدوحه، لكن هو ده النادي العربي صاحب برونزيه بطوله العالم، صاحب ذهبيه بطوله العالم. تمام تمام، شكرك جدا يا فندم، شكرا ليك على هذه المداخله، هو كان بيوضح انت سمعته كان بيوضح على معلومه احنا كنا قلناها. تمام، تعال بقى نروح لملف تاني بس هو مرتبط شويه برضو ب يعني كره اليد، لكن هنروح للمؤتمر الصحفي لتقديم هنا الاسباني بقى ديفيد دافيس، ده طبعا المدير الفني الجديد لفريق اليد، واللي اكد حماسه ورغبته في تحقيق اكبر الانجازات والبطولات خلال ان شاء الله المرحله المقبله مع فريق رجال يد الاهلي، ووجه كمان رساله لجماهير الاهلي وقال يعني متمنيا حضورهم طبعا في المباريات وتشجيع الفريق، ده بيفرق بشكل كبير جدا، وهيتولى المفروض ديفيد يعني القياده
الفنيه للفريق عقب نهايه مشاركته او مشاركه رجال اليد لما يرجعوا بالسلامه يعني من بطوله كاس العالم للانديه اللي هي السوبر جلوب. وبالمناسبه برضو خلينا نتكلم شويه بالتفاصيل. بيمتلك ديفيد لو احنا هنتكلم ان اي مضيف فني جديد يا كريم بيجي النادي الاهلي في اي رياضه إن كانت الناس تبقى عايز تعرف طب السي في بتاعك خلفيته. لا هو عنده مسيره مميزه جدا كان كلاعب في عالم كره اليد لو هنتكلم، وحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا 3 مرات بالاضافه حصوله على لقب كان بطوله العالم مع منتخب اسبانيا سنه 2005 الكلام ده. وكمان خلال مسيرته التدريبيه هو اشتغل في انديه كتيره جدا ومنتخبات كتيره جدا، وسبق ليه كان يعني قياده نادي فاردار ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيديوم الماج، وحقق كمان خليني اقول لحضراتكم العديد من الانجازات كان ابرزها حصوله على لقب احسن مدرب في دوري ابطال اوروبا 2020. ايه تاني؟ عايزين ايه كمان؟ صحيح. وتتويج كمان ببطولتين الدوري والكاس في مقدونيا او مقدونيا 2022 ده الى جانب الفوز بلقب كاس المجر. فيعني على كل حال انت عندك سي في تقيل جدا، مدرب جاي ان شاء الله يعمل فرق كبير جدا مع رجال اليد. خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ده او جزء منه ونرجع نكمل. صباح الخير. Okay, I'm David Davis, of course, the new coach. 1 week ago, I just signed the contract with Captain Khaled, and I'm really excited. I just want to start. I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, Al Ahly. بقول السلام عليكم زي ما قال صباح الخير. بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتم من كابتن خالد انا لسه موقع العقد، لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي، وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد اني ابدا الشغل معه. اوكي اوف كورس اي ونت تو سي ثانك يو، شكرا اور كابتن بيبو بيكوز اوف كورس هي سبورت ذا هاندبول in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا انا اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي طبعا دعمه الكبير للهاندبول، هو شخصيه عارفينها في العالم كله وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض، هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق انجازات كويسه. And of course Captain Muktagi that he called me and he convinced me, he told me the vision, the philosophy of the club right now for these days for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the member that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه هتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي. طيب خلونا بقى حضراتكم نروح لملف مختلف حبتين. والحقيقه بعد صحوه مفاجاه وانتفاضه للاسف كانت مؤقته رجعت تاني سلسله الاحباطات اللي بيعاني منها ليفربول ومحبيه وجماهيره في كل مكان في العالم. امبارح كان في ماتش في الدوري الانجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست، وطبعا كالعاده صلاح كان بيمثل خطوره شديده على الفريق المنافس. كان في اكتر من لقطه مميزه ناس كتير وقفوا عندها، منهم لقطه اهداره لفرصه شبه مؤكده ضمن احداث اللقاء، وكمان شفنا له لقطه ثانيه اثناء سقوطه في كره مشتركه مع مدافع الفريق المنافس. للاسف الماتش انتهى بخساره ليفربول بهدف. و يعني الحقيقه بعد ماتش ليفربول ومانشستر سيتي كتير جدا مننا كانوا متفائلين وقلنا بس الفريق هيرجع مره ثانيه بنفس قوته، خصوصا بعد فوزه وتقدمه للمركز الثامن، وقلنا هنعتبرها بدايه جديده للمرحله العصيبه اللي هو بيمر بيها. ولكن للاسف الشديد واضح كده ان ليفربول هيكون بعيد تماما بالنتائج اللي هو محققها حتى هذه اللحظه، وكل عشاق الفريق بشكل عام وطبعا كل محبي محمد صلاح بصفه خاصه تركيزهم دلوقتي اصبح منصب بالكامل على ان الفريق اضعف الايمان، يعني اقل حاجه ما يخرجش بره المربع الذهبي عشان يضمنوا المشاركه في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم. وعكوسات حاصله مع ليفربول من اول الموسم ده. بص انا يعني طبعا لكل جواد كبوه زي ما بتقال، بس ده بياكد لك حاجه
تاني ما فيش حد على طول على قمة، ما ينفعش، ده مش في حسابات الدنيا او حسابات الحياه، ما فيش حاجه كده، لازم يبقى فيه دروب، والدروب ده ممكن يكون هو السبب للوقفه مره تانية او يعني للصعود مره تانية، لكن حد يفضل كده على طول مش طبيعي. واحنا شفنا ده مع النادي الاهلي، هنفضل رقم واحد على طول ولا ايه؟ فلازم هيحصل. تضحك ليه؟ مش بنقول واقع كيادين قوي احنا. مش بنقول واقع، يعني مش معقول هنفضل بنكسب على طول رقم واحد على طول، احنا دروب موسم كده نرجع تاني نقعد 40 50 سنه دروب موسم مش وحش يعني. ده بيحصل في كل انديه العالم، شفناها حاليا في ليفربول، ما نتمناش طبعا ان هو يستمر بهذا الشكل، شفناها مع برشلونه، شفناها مع باريس سان جيرمان، يعني اتكلم بالمنطق مش هتلاقي، هتلاقي فيه كل حاجه متوفره، ورغم ده برده بيحصل دروب. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. عوده لعشره الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. عايزين نقول لكم ان زميلتنا العزيزه نورهان طمان موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم، احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، نطلعكم على طبعا اهم اخبار النادي والفرق الرياضيه المختلفه، لكن خلينا نقول لكم انه الاجواء في النادي طبعا يعني هدوء نسبي بشكل كبير في الساعات الاولى من صباح اليوم، والعمال طبعا بيستعدوا بشكل كبير جدا لاستقبال الاعضاء. اما بقى يعني نروح لاخبارنا، وطبعا الفريق الاول لكره القدم اليوم، يمكن احنا بنكلمكم دلوقتي وحالا في ميران في ملعب التتش للمستبعدين من مباراه اسوان اللي ان شاء الله المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب الاهلي والسلام، تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز وكابتن محمد النجار اخصائيين التاهيل، وطبعا على راس المستبعدين طاهر محمد طاهر وكهربا ورامي ربيع وأيمن أشرف. يمكن كمان خلينا نقول لكم أنه في حالة كبيرة جدا من التفاؤل بين أعضاء الجمعية العمومية هنا وجمهور النادي الأهلي بشكل عام بعد إعلان عن دخول طبعا نجم بيرسيتاو لقائمة الفريق مرة أخرى طبعا قبل مباراة اليوم. كان بيرسيتاو تعرض لإصابة في المباريات الأخيرة بالموسم الماضي، وده أول ظهور للنجم الجنوب أفريقي طبعا تحت قيادة مستر كولر النجم طبعا المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. كمان طبعا زي ما احنا عارفين ياسر إبراهيم دخل لقائمة الفريق بعد استبعاد لمباراتين ماضيتين للاعب، وده طبعا يعني اسمين كبار وأضفوا حالة من التفاؤل ضمن طبعا وسط جماهير النادي الأهلي. كمان خلينا نقول لكم أن النجم عمار حمدي بيستعد لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق عقب عودة الفريق إن شاء الله من مباراة السوبر المصري أمام الزمالك واللي هتقام في المملكة طبعا الإمارات العربية الشقيقة. كمان يعني عايزين نقول لكم أنه طبعا عمار حمدي كان تعرض لإصابة زي ما احنا عارفين وغاب في فترة طويلة جدا عن الفريق. كمان عايزين نفكركم بقائمة الفريق إن شاء الله اللي هتخوض مباراة اليوم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وفي الدفاع محمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وعلي معلول وطبعا أكرم توفيق، وفي خط النص حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وحسين الشحات وإليو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي أفشا وبيرسي تاو، وفي الهجوم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين. كمان خلينا نقول لكم إنه في مفضلة يعني في مشاركة في يعني في طبعا مركز الجناح اليمين في مباراة اليوم بعد طبعا استبعاد طاهر محمد طاهر للايقاف بعد حصوله على كارت احمر في المباراه الماضيه، ومستر كولر بيفاضل ما بين اشراك كريم فؤاد في مركز الجناح اليمين او حسين الشحات زي ما شفنا في المباراه الماضيه طبعا امام الاسماعيلي، كان كريم فؤاد يعني نزل في طبعا هذا المركز وقدم اداء كبير جدا وصنع هدف المباراه الوحيد. طبعا كمان خلينا نقول لكم انه الفريق الاول لكره القدم ايضا هيسافر ان شاء الله يوم الثلاث للاستعداد طبعا لخوض مباراه السوبر المصري زي ما قلنا لكم في الامارات العربيه الشقيقه وتحديدا مدينه العين برئاسه السيد محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هيخوض الفريق ميرانين قبل المباراه المقرر اقامتها يوم الجمعه ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس استعدادا لخوض المباراه. اما بقى على صعيد كرة اليد فرجال النادي الاهلي النهارده هيخوضوا مباراة هامة امام كيلسي البولندي، وده هيكون في الساعة الخامسة مساء ان شاء الله في بطولة طبعا كأس العالم لليد المقامة بالمملكة العربية السعودية اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وطبعا هتكون المباراة في الساعة الخامسة مساء زي ما قلنا لكم، وهتكون على البرونزية البطولة.
ومن اليد الى السله، فريق النادي الاهلي بعد ما حقق فوز امبارح على نظيره طلائع الجيش هيواجه النهارده سموحه ان شاء الله في الرابعه عصرا ضمن منافسات دوري المرتبط رجال. كمان خلينا نقول لكم ان احنا عايزين نهني طبعا نجمنا نجم النادي الاهلي السكواش مصطفى عسل بعد فوزه امس وتاهله لنهائي بطوله جراس هوبر للسكواش، وطبعا ده بعد ما فاز على نظيره او زميله فارس الدسوقي 3-2. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه نورهان طمان، شكرا ليكي. طيب خلونا بقى نروح لحفل غنائي اقيم مؤخرا في مقر النادي الاهلي بالجزيره للمطربه ايه عبد الله نجمه الاوبرا المصريه، نتابع معاكم جانب من اللي حصل من خلال هذا التقرير، اتفضل. الحمد لله، عايزه اقول لك انا اتفاجئت بالحضور ده كله النهارده في النادي، وان هم على كل السوشيال ميديا والجروبات قد ايه كانوا مستنيين وجودي في الحفله، فدي حاجه بسطتني جدا من اول اصلا ما الاعلان بتاع الحفله نزل والدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا. الحمد لله دي نعمه وفضل كبير من ربنا. دعوات مامتي وبابايا كمان كانوا سبب كبير قوي في انه يعني يحصل حضور كبير قوي كده النهارده. انا شايفه من ساعه ما جيت ناس كتير قوي حاضره، ناس كتيره مستنيه الحفله، فده اكيد شيء بيفرحني يعني. والله في جمهور كتير ومحبين للفن، النادي الاهلي طبعا جمهوره جميل وكده، وهي مش جديده على النادي الاهلي جمهوره، ومقدمه اغاني كويسه، ام كلثوم وعبد الحليم واغنيه بتاعتها. النادي عمل الحفله بمناسبه ثلاث مناسبات، بمناسبه اكتوبر، وبمناسبه المولد النبي، والذكرى يعني ايه الحفله السنويه بتاعت النادي الاهلي. انا انبسطت قوي النهارده بجد، اصلا هو الجو بدا يتحسن، فالحفله كمان خلتنا احنا مبسوطين اكتر، وكان ويك اند يعني حلو قوي مع النادي بصراحه، يعني انا دايما ببسط هنا. احلى حاجه ان بقينا هنا في النادي بنعمل حفلات كتير، وفي كل مناسبه برضو ليها حفله بتاعتها فولد النبي ودلوقتي لا الحفله جميله جدا، ومجهودات النادي باينه في الحفله، ونتمنى يعني ان دايما يبقى في حفلات يعني الاعضاء وخدمه الاعضاء، مش كل الاهتمام مثلا بالانشطه، يبقى الاهتمام بالاعضاء. يعني فعاليات ونشاطات متعددة دايما بتعملها اللجان المختلفة في النادي الأهلي، كل التقدير ليهم، الحقيقة عاملين شغل ممتاز وعلى كل الأصعدة ولكل الفئات العمرية، حاجة جميلة كالعادة. نروح فاصل بقى ونيجي بعديها نكمل كلام، اتفضل. طيب الأهلي ماشي زي ما احنا عارفين بخطوات جيدة من بداية الموسم الحمد لله، محليا وقاريا، وكمان من بداية مسابقة الدوري خلينا نقول هي بداية قوية جدا لبعض الفرق. وطبعا لسه احنا برضو في البداية مش هنحكم من دلوقتي، لكن لحد دلوقتي زي ما يتقال كده so far so good. هنتكلم في الرؤية العامة لأداء الفرق ومنافسات الأهلي تحديدا، وكل ده هيكون مع كابتن إيهاب جلال نجم الأهلي السابق ومدرب حراس منتخب الشباب اللي منورنا. بونجور صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك معانا، وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، أهلا بيك. أعتقد لازم تكون البداية بماتش الإسماعيلي ورؤيتك لهذا اللقاء، وفكرة إن كولر دفع بيه كريم فؤاد كوينج ودفع بيه شادي، وإلى حد كبير الحقيقة هذا الأمر أتى ثماره والهدف اتسجل مع نهاية اللقاء. شايف إنه كمان الماتش النهارده هيبتدي من حيث انتهى
فيما يتعلق بالتغييرات ولا هيكون الوضع مختلف؟ بص يا كريم، عايزين بس نقول ان صفقة كويسة جدا ان كولر يبقى مدرب النادي الاهلي، لان ده اسم كبير. كان بيلعب في المانيا طبعا، انا كنت هناك وهو كان بيلعب ساعتها. منظم جدا، وانا شايف ان المدرسة اللي هي الألمانية السويسرية او النمساوية دي مدرسة منظمة جدا، وبتعتمد دايما على الـ يعني لازم تكون منضبط جدا، وده اللي انا شايفه مع المدرب ده. عكس البرتغالية او افضل من البرتغالية؟ افضل من البرتغالية، لان طبعا دي اعلى مدارس واعلى بلاد في اوروبا، اللي هي ومشهورة بالانضباط اصلا. بالانضباط جدا طبعا. وانا بحب الكرة او الرياضة لازم يكون فيها انضباط. انضباط مع لعيبة كويسة هتؤدي الى نتائج كويسة. وانا شايف ان المدرسة دي ممتازة جدا. قبلها كان فايلر طبعا، وقبلها كان زمان او فايسا، من اشهر المدربين جات النادي الاهلي ومن احسن المدربين جات مصر تقريبا. فانا شايف ان المدرسه دي يعني ماشيه معانا، يعني ماشيه جدا مع النادي الاهلي. وانا شايف ان يا ريت تبقى المدرسه دي موجوده دايما في النادي الاهلي، لان انضباط موجود جدا. انت بتلعب مع لعيبه كبار، لعيبه اسامي كبيره جدا، فلازم يبقى منضبطين جدا عشان يؤدوا الاداء اللي انت محتاجه والجماهير محتاجاه. فده مهم جدا، واحنا شفناه طبعا مع بدايه الموسم وبدايه مباراه البطوله الافريقيه المينستيري، ان النادي الاهلي لعب مباراتين هنا وهناك كويسه جدا. صحيح. مع الفارق طبعا ان النادي الاهلي والمينستيري طبعا، انما اداء النادي الاهلي يطمئن ان في بدايه كويسه جدا وان شاء الله تستمر. وابتدت مع مباراه الاسماعيلي كمان، مباراه كانت كويسه جدا، النادي الاهلي ادى فيها مباراه رائعه جدا، والنادي الاسماعيلي برده مش عايزين ننسى ان هو برده ادى مباراه رائعه جدا. طبعا. انما الاحسن والافضل كان ان هو النادي الاهلي ان هو يعني كسب المباراه، وده المهم جدا في الموضوع. الموضوع الثاني، الراجل كولر ليه رؤيه، الرؤيه دي لازم احنا يعني نسنده فيها، ان مثلا نجيب مثلا لاعب مثلا كان بيلعب مثلا باك ليفت او يحطه مثلا هاف ليفت، دي رؤيه هو اللي يشوفها. يعني زمان قوي لما كنا بنلعب زمان كان ابراهيم حسن اخو حسام حسن كان بيلعب راس حربه، جم شافوه الكابتن عادل الطعيمه شافه قال لك لا ده يلعب باك رايت، لعب باك رايت بقى من احسن باكات رايت في مصر وافريقيا. فاحنا عايزين نخلي الرؤيه دي للمدرب، واحنا نساند والجماهير تساند، على اساس هو برده عايز مصلحه النادي الاهلي ومصلحته هو شخصيا. هو سفر الجماهير مسانده بشكل كبير جدا، جداً بصراحه جداً. وكولر برضو نال اعجاب واستحسان جماهير النادي الاهلي من اول ما جه بصراحه. يعني حقيقه لان هو دخل بانضباط بشكل كبير جدا، لان هو جاي وفاهم هو رايح فين. النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطل افريقيا، احسن نادي في الشرق الاوسط، فهو داخل في الحته ديت، فهو يعني ابتدى يعني يمشي على الخط المظبوط بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي انا شايفه. ان شاء الله هيبقى فيه احسن كتير جدا، وبدايه طبعا مع ماتش السوبر اللي جاي ان شاء الله. يعني طيب احنا عندنا كان للاسف طرد طاهر طبعا، فبتشوف كولر هيدفع بمين بدل طاهر المباراه ان شاء الله اللي قادمه؟ وفي نفس الوقت برضو هنتكلم عن الطرد اللي حصل او التحكيم اللي حصل سو فار، لان كان معانا خبر انا وكريم حتى في الانترو، واتكلمنا على ان كلاتنبرج لحد دلوقتي وطلع بيان قال فيه ان لحد دلوقتي او في الجوله الاولى ما فيش اي اخطاء، وهو راضي عن كل التحكيم اللي حصل حتى لو في حاجات يعني بسيطه حصلت. فخلينا نروح لده الاول. كولر بتشوف مين بديل مثلا هنا طاهر محمد طاهر؟ هو في طبعا هيبتدي النهارده بيتس تاو رجع تاني طبعا القايمه، ده شيء كويس جدا. يعني انا مش عارف كريم فؤاد، حسين الشحات، لا انا شايف ان كريم فؤاد هو الاقرب من حسين الشحات، لان حسين الشحات برضه جاي من اصابه وكده. فاعتقد ان مباراه السوبر دي مباراه واحده لازم فيها مكسب، فهي مباراه واحده، مش عايزين تعادل او ضربات، يعني هي لازم تخلص في المباراه ان حد يكسب يعني. فاعتقد ان كريم فؤاد هو الاقرب من وجهه نظري انا، يعني ان كريم فؤاد هو الاقرب لطاهر محمد طاهر. وانا شايف ان اي حد هيأدي في المكان او اي حد او اي لاعب في النادي الاهلي بينزل بيأدي بصراحه، حتى لو مش مكانه بيأدي. صحيح. فاحنا شايفين ان شاء الله هنشوف مباراه كويسه ان شاء الله. يعني مباراه السوبر دايما الاهلي والزمالك مباراه صعبه طبعا جدا طبعا. بتبقى خارج البلاد، بيبقى جماهير كبيره جدا، جماهير كتير جدا بالنسبه للاهلي او الزمالك طبعا. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا
اخطر شويه، انما مباراه صعبه جدا ولازم التركيز من اول قبل ما يسافر من هنا. يعني هو هيسافر يوم الثلاث ان شاء الله، مباراه يوم الجمعه، فاعتقد ان لازم التركيز. وانا انا عارف النادي الاهلي طبعا اللعيبه مركزه جدا في المباراه، وحتى وهم بيلعبوا مباراه الاسماعيلي عينيهم على مباراه السوبر، وده لان ده مهم جدا، لان دي بطوله لوحديها، يعني ما مباراه بطوله. احنا لسه يعني لسه قبل السوبر عندنا برضو كذا ماتشين للدوري، اللي هو مباراه اسوان النهارده ان شاء الله. قصدي اقول لحضرتك ان مباراه الاسماعيلي مباراه كبيره، يعني من اكبر المباريات اللي الاهلي بدا بيها، اللي هو مباراه النادي الاسماعيلي نادي الاسماعيلي نادي برضو كبير جدا طبعاً. فانا شايف ان هو قدر يخلص المباراه وعينه برضو على السوبر اللي هي المباراه الكبيره الثانيه، انما في الوسط طبعا في مباراه اسوان هيلعبها ان شاء الله بالتوفيق يعني. طيب قبل ما ندخل مع حضرتك بقى في توقعاتك بالنسبه لماتش النهارده امام اسوان، عايزين بس نعرف رؤيتك للجوله الاولى مبدئيا من النسخه دي من الدوري. هل تقدر تقول ان في فرق معينه كانت مفاجاه بالنسبه لك، ادائها كان مفاجئ، فبالتالي متوقع ان تبقى فرق بعينها يطلق عليها الحصان الاسود للنسخه دي من الدوري؟ بص يا كريم، الدوري بادئ كويس جدا، يعني اول مره اشوف يعني الدوري يبدا سخن جدا، كل المباريات يعني حتى لو ما كانش مكسب فيها تعادلات ايجابيه غير مباراه الداخليه، وهي دي الوحيده اللي بدون اهداف هي وطلع الجيش. انما انا شايف الداخليه بادئه كويس جدا، يعني بادئه هايل جدا مع رضا شحاته. ما توقعتش ان الداخليه اول لما تبتدي هتبتدي بالشكل ده، اللي بتلعب مع فرقه كبيره برضه زي فرقه طلع الجيش، قدرت ان هي وكان في وقت او اوقات كتير جدا من المباراه كانت ممكن تكسب. انا شايف ان الداخليه هي يعني والمحله طبعا اقرب للقب الحصان الاسود. بالظبط، يعني هي والمحله انا اعتقد ان هم فرقتين كويسين جدا، وبداوا جامد جدا. وعلى فكره يا كريم، في فرق كتير جدا دلوقتي بتبتدي كويسه جدا عشان تقدر تلم نقط كتير قبل بدايه الدور الثاني، عشان ما يحصلش فيها مشاكل زي ما حصل السنين اللي فاتت مع فرق تانية. فانا شايف ان الداخليه اعتقد انها هتبقى من الفرق كويسه جدا السنه دي. المحله ماشيه بشكل كويس جدا، واحرزت هدف كويس قوي في المباراه اللي لعبتها. انا شايف ان يعني الدوري بادئ كويس جدا، فيوتشر كويسه جدا، سيراميكا هي برضو أكبر. هل الصفقات الجديده عملت شغل مع الفرق؟ طبعا طبعا، يعني ياسر احمد ياسر راير في سيراميكا عمل شغل كويس جدا. سيراميكا فرقه من السنه اللي فاتت كويسه جدا، هي الوحيده اللي كسبت مكسب عالي جدا ضد النادي المصري. النادي المصري برضو نادي كبير، انما الفرق كلها باديه كويس جدا. نادي الزمالك بادئ كويس، المقاولين العرب بادئ كويس، يعني انا شايف ان في فرق، كل الفرق بادئه كويس جدا 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 مع بدايه من اول جوله. يعني من اول جوله ده بيترجم برضو كابتن ايهاب ان يعني برضو لما فكره، انا مش هقول لغه راس المال، بس لما ابتدى يبقى في بادجت كبيره للانديه المختلفه ابتدى يبقى في تحسن في الاداء. يعني مش بس الترجمه هي في فكره الصفقات، بس انت ابتديت تحس ان في اهتمام اكبر. صحيح. بالفرق بقى في فكر مختلف شويه، بقى في تطوير في كل فرقه، يعني اعتقد ده اللي حسن الاداء بعد كده. صحيح كلامك مظبوط جدا. انا هي المشكله كلها ان تدعم الفرق، الفريق بتاعك لازم يكون عندك امكانيات فلوس. يعني الفلوس هي لغه الكره القدم في كل رياضه بصراحه، في كل الرياضات، حتى الهاندبول لو ما النادي الاهلي ماشي برضو كويس جدا عشان الفلوس كويسه جدا، او في عامل المادي للاعب كويس جدا. فانا شايف ان الفرق زي الداخليه عندها ثلاثة افارقه هايلين جدا هايلين جدا، يعني من الفرق اللي بتجيب افارقه كويسه جدا فرقه الداخليه دي. حلو. على مدار السنين اللي فاتت كلها، فطول ما هو فيه فلوس بتدخل اللعيب ولعيب كويس يجي، اعتقد انها هتبقى الدوري ده هيبقى في حال الفرق اللي بتطعم القوام الاساسي بتاعها باسمين ثلاثه. صحيح. اربعه خمسه. لكن انت عندك مثلا على سبيل المثال فريق اسوان، احنا بنتكلم على 19 صفقه، لو في فرق 24 في 21 وفي 23. يعني كنا بنتكلم من شويه وانا ونهاوند، وهي كانت حتى بتقول ما معناه، انا مش عارفه هل ده مفيد للنادي ولا قد يكون مضر، يعني عارف فيما يتعلق بالهارموني. يعني فعلا يعني حضرتك شخصيا شايف ايه في سلاح ذو حدين؟ يعني استكمال الكلام كريم، فعلا ده سلاح ذو حدين. يعني انا لما اجيب فرقه ونص او فرقتين مره واحده على الفرقه بتاعتي، هل ده ممكن يفيدني ولا ممكن يضرني؟ ان صعب قوي انت برده ما بتتكلمش في فتره طويله، شورت نوت
نوتس برضو احنا مش بقالنا يعني من الموسم انتقالات او الميركاتو دلوقتي قدروا ان هم يتناغموا قوي كده ويفهموا التاكتكس بتاعت او فكر المدرب. انا بشوف ان ده ربما انا من الناس اللي بتبنى الراي ده النيجاتيف بتاعها او يعني الديس ادفانتج بتاعها او السلبيات اللي منها الى حد ما اعلى شويه. بصي ان انا اجيب فرقه مش بالكم هي باللي انا محتاجه بالزبط. في فرقه بتجيب بتحاول تجيب زي مثلا تجيب 21 لعيب انا شايف ان ده كتير جدا يعني يعني انك تغير فرقه طب تغير اسم الفريق بقى بالظبط كده بالظبط كده طب تغير كل حاجه يعني بس هم يعني انا اعتقد او انا شايف ان ممكن يكون فرصه ليه ان هو يجيب كام اللعيبه دي كلها بس زي ما حضرتك قلتي مش بالكم هي لازم يكون انا محتاج قد ايه كام لاعب في كل مركز عندي بالزبط. هو ده المهم جدا وبرده زي ما حضرتك قلتي ممكن تطلع سلبيه جدا يعني ممكن الموضوع يبقى تطلع سلبي جدا مش ان انا جبت لعيبه كتير يبقى انا هبقى كويس الموضوع مش كده خالص الموضوع لازم اكون عندي قوام فرقه واجيب نواقص. يعني النواقص اللي عندي في كل مركز ده المهم جدا بس انا شايف ان برده يعني من وجهه نظري انا هتبقى موضوع مش كويس ان انا اجيب 21 لعيب في فرقة بص يعني كابتن هو على كل حال دي أول مرة تحصل وحيبان من التجربة في الموسم ده إذا كانت فعلا التجربة ناجحة أو لا بالزبط. يعني ده اللي احنا هنعرفه لأن فعلا أول مرة نشوف صفقات بهذا الكم يعني كتير جدا. طيب تعالى بقى نروح مع حضرتك أنا وكريم لأسوان النهاردة وعندنا مباراة مهمة والبعض يعني حتى لما كلمت مع حضرتك على الماتشات اللي جاية لم تذكرها يعني قوي يعني هل هي سهلة لهذه الدرجة ولا برضو في تخوف شوية لأنه برضو كابتن ربيع ياسين هو كان برضو صحيح. يعني درب المنتخب الشباب وكان بيدرب برضو لعيبة من الأهلي زي أكرم توفيق صحيح. وهو عنده برضو خبرة كبيرة بالنادي الأهلي يعني فبتشوف أنه ربما يكون في لعب مختلف شوية في تنافسية إلى حد ما حتى مع خسارة أسوان الماتش الأخير على فكرة خسارة أسوان الماتش اللي فات ما تعنيش ان هو كان وحش بالعكس اسوان كان فرقه كانت ماشيه كويس جدا في المباراه انا شفت المباراه وكانت كويسه جدا 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 لولا الجون اتخطف يعني زي ما بيقولوا كده اتخطف فعلا انما اسوان ماشيه بشكل كويس جدا كابتن ربيع اسم كبير طبعا في التدريب عايزين برضو يعني لازم ندي كل حاجه حقها يعني فرقه اسوان مش هتبقى المباراه مش هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي انما على الورق النادي الاهلي سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي بالظبط انما في الملعب بيختلف جدا انك انت تادي او ما تاديش لو ما اديتش هيحصل لك مشكله انما انا شايف ان فرقه اسوان فرقه كويسه جدا انما النادي الاهلي لازم يعمل لها حساب على اساس برده ياخد المباراه وتبقى مباراه يسهلها على نفسه وبرده الفرق اللي هي معلش مع احترامي اللي هي طالعه من الدرجه الثانيه او كده لو اديتها الفرصه واديتها الوقت انها تمشي معاك في المباراه بيبقى بيصعب عليك المباراه بالنسبه للنادي الاهلي انما كل الناس عارفه ان النادي الاهلي لو في من اول مباراه خد المباراه وبادر هو بالتسجيل هتبقى المباراه بالنسبه له سهله جدا بس ما ياخدش اسوان ما تاخدش معاه وقت يعني فكره ان انت المدير الفني للفريق المنافس حافظ الى حد كبير كل تفاصيل مجموعه من اللعيبه بتوعك دي الى اي درجه ممكن تشكل خطوره بص هي بتشكل خطوره طبعا انما التفصيل عشان انا اكسب مباراه بيبقى جوه انا كمدرب مثلا انا عارف فرقه النادي الاهلي كويس جدا بس النادي الاهلي يكسب الفرقه دي بتفاصيل صغيره جدا جوه المباراه ما يعرفهاش غير المدرب ده والمدرب ده او المدير الفني او المدير الفني فهي دي اعرف زي ما انت عاوز وكل يعني كل الفرق كتاب مفتوح بالنسبه لبعضيها انما من تختلف من مدرب لمدرب هي التفاصيل الصغيره جوه المباراه التاكتكس بتاع المدرب نفسه هو ده اللي بيكسب منه المباراه مثلا زي يورجن كلوب او ليفربول او مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي هو كله حافظ بعضه انما عشان اكسب هي تفصيله صغيره جوه المباراه ما لا يعلمها غير المدرب في التاكتكس بتاعه جوه المباراه فطبعا كابتن ربيع عارف ده بعد النادي الاهلي كويس جدا انما عشان النادي الاهلي يكسب اسوان هي التفاصيل اللي انا بقول لحضرتك عليها التفاصيل الصغيره اللي هو ممكن المدرب في التاكتكس يقدر يشتغل عليها في المباراه بس طيب نروح بقى للاخطاء التحكيميه او نروح التحكيم سو فار من كلام او من شهاده كلاتنبرغ وهو يعني رئيس لجنه الحكام المعين الجديد اللي الناس كتير متفائله بيه ان هو هيحسن هذه المنظومه هو بيتكلم ان الجوله الاولى ما عنديش اخطاء يعني انا او هو راضي عن كل التحكيم اللي حصل لحد دلوقتي دي نقطه بتشوفها ان هو وجوده هو اللي وصلنا لده مقارنه برضو ب يعني المواسم اللي فاتت ولا بتقيم سو فار التحكيم ازاي كابتن ايهاب بص انا التحكيم في الجوله الاولى اعتقد ما بيبانش قوي برضو. مش باين قوي بس
يعني في اغلب الاوقات كان ما كانش كان مرضي يعني ما فيش مشكله، ما كانش في احداث جدليه، ما فيش احداث كتيره يعني غير مثلا مباراه اعتقد البنك الاهلي ضربه الجزاء بتاعت ابو جبل. يعني برضو دي انا يعني انا كمدرب انا ممكن اقول دي مش ضربه جزاء، بس الحكم فيه ليه تفاصيل اكتر مني في الخبره في التحكيم او في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحاجات الصغيره بتاعه التحكيم انا ما اقدرش اعرفها بالزبط. فهو يعرفها، هو يقدر يقول مثلا دي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء. انا ممكن اعترض اقول دي مش ضربه جزاء، بس هو ممكن يقنعني ان دي ضربه جزاء عشان حصل كذا وكذا وكذا. يعني مثلا برضو في نفس المباراه بتاعه البنك الاهلي كان في اوفسايد اللي البنك الاهلي جاب فيها هدف واتلغى، ان هي كانت الايد هي اللي اليد طبعا لا تحسب في الاوفسايد، انما في جدل، انما ما اقدرش انا يعني اجزم ان دي صح او غلط. هو ليه اصلا يعني لو عملنا مقارنه كده بين التحكيم زمان، وكلمه زمان دي اقصد بيها الزمن اللي ما كانش فيه ولا فار ولا سماعات في ودان الحكام ولا تواصل ما بينهم وبين الحكم الرابع، ولا كان فيه المنظومه دي بالكامل، وكانت الامور الى حد كبير يعني تقديريه من وجهه نظر الحكم صحيح. واللي دايما بتلاقيه واقف في المكان المناسب في الوقت المناسب. دلوقتي مع التطور المفروض ان احنا ما نشوفش الاخطاء اللي كنا بنشوفها على الاقل الموسمين اللي فاتوا. مش المفروض ان التقدم التكنولوجي يساعد على سهوله الحكم على الامور؟ ليه الموضوع معكوس؟ ليه هقول لك ليه يا كريم؟ لان زمان كانت السرعه بتاعت الكوره او سرعه المباراه مش زي دلوقتي. دلوقتي الكوره اسرع كتير جدا، اللعيبه اسرع كتير جدا، تطور السرعه في الكوره والتكتكس والحاجات دي كلها احسن طبعا من زمان جدا. زمان كنت ممكن تلاقي مثلا الباك رايت ما بيطلعش اكتر من نص الملعب، والتحضير بياخد وقت اطول. بالظبط كده. انما دلوقتي السرعه محتاجه المنظومه دي كلها، الفار وان مساعد الحكم هو اللي برضه الحكم الرابع بيقول للحكم ده عمل كذا اديله انذار مثلا، الحكم الرابع هو اللي بيقول كده. فالتطور عشان السرعه غير زمان، تلاقي فيه مثلا لخبطه كتير دلوقتي. ليه؟ لان الحكم الرابع بيتكلم، اللاين مان بيتكلم، الفار بيتكلم، الحكم الساحه بيتكلم، كل ده وبرضه في اخطاء بيظهر بيطلب مثلا بالظبط كده. وبرضه في حاجات كتير جدا احنا برضه غايبه علينا، انما زمان كان الموضوع اسهل شويه. يعني ما كانش فيه سرعه جامده قوي، كان بتعتمد جدا على المهارات زمان غير دلوقتي، بتعتمد على السرعه والقوه دلوقتي. فلو الحكم ما تماشاش مع السرعه والقوه اللي موجوده دلوقتي هيبقى يحصل مشكله زي ما بيحصل دلوقتي. انما الجدل ده هيفضل موجود لغايه ما تقوم الساعه. ليه؟ بس ده احسن حاجه ان انا شايف كده. انا برضو اول ما الفار اتعمل انا ما كنتش حابه، يعني مش حابه. ليه؟ اقول لحضرتك ليه مش حابه. ليه؟ الكوره دايما فيها لا انت مثلا بتشجع النادي الاهلي وانا بشجع نادي اي نادي تاني، اقول مثلا لا الكوره دي اوفسايد، لا دي الكوره دي جون، الكوره دي ده الجدل، ده الحلو في الكوره. احنا كنا زمان كده، كنا بعد ما نشوف المباراه ننزل تحت مع اصحابنا، لا الكوره دي اوفسايد، لا الكوره دي جون. فهي الكوره تبقى متعتها في كده. الفار الفار بيدي كل واحد حقه، اوكي تمام جدا ومفيش اي مشكله، انما متعه الكوره كانت كده زمان بصراحه. انا اتربيت على كده وشايف كده يعني. انما طبعا الفار لازم يدي كل واحد حقه يعني. خليني اروح معاك لان انا عندي برضو سؤال اجابته طويله شويه عشان ايه ما نقطعهاش. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك كده ونقيم شويه الكره المصريه، لان احنا كان عندنا مشاكل كتيره، هو مش كان احنا لسه لا لسه عندنا مشاكل كتيره جدا، ولكن في خطوات على الارض اتعملت لتحسين وتطوير كره القدم المصريه، ومنها انتداب اجانب يعني مختلفه في بوزيشنز مختلفه، فكره برضو ان انت بتضخ راس المال الى حد ما، ابتدى يبقى عندك رغبه في ان انت تحسن. وفي الاول وفي الاخر لما تحسن كره القدم المصريه وتطورها ده هيصب في المنتخب. منتخب مصر حتى هذه اللحظه انا من وجهه نظري لم يقدم اي شيء يعني نقدر ان احنا نقول فرحنا بيه قوي، الا حاجات او سنوات قليله طبعا، لكن مش ده اللي يرضي جماهير مصر. فازاي كابتن ايهاب من وجهه نظرك بقى الوضع يتحسن شويه؟ انا بتكلم هنا على كره القدم المصريه اللي بتصب تاني في منتخب مصر، اللي بيصب بعد كده او متفرع منه الانديه المختلفه المصريه. صحيح. اولا المنتخب انت محتاجه ان اي مباراه العبها لازم اكسبها، ده مهم جدا. ناس كتير جدا شايفه ان ممكن
الاداء مش مظبوط، لان طبعا في تغييرات في المدربين وده بياخد طبعا وقت بالنسبه للمدرب. بس هي المشكله كلها في منتخب مصر ان هو ما بيتجمعش فتره طويله، مش زي زمان قوي ايام الكابتن جوهري كان بيجمع معسكرات. بالشهور يعني معسكرات كتير جدا، انما دلوقتي اختلاط اللعيبه محترفه اللي المفروض ان اللعيب بيجي عارف هو بيعمل ايه. مشكله كبيره جدا ان المدرب بيجي يعني كيروش مشي، جه المدرب الجديد بياخد وقت بيشوف اللعيبه، بيبقى عنده الجهاز بتاعه ما فيش، يمكن بيجيبه واحد بس مصري ما يقدر يقول له خد ده يعني شوف ده او تعمل ده او اللي موجود هو ده. فهو طبعا عاوز يشوف بنفسه لان هو طبعا المدير الفني هو المسؤول، فبياخد وقت. فكل ده بينصب على المشكله كلها اللي بياخد وقت طويل على اساس ان الفرقه بتنسجم، وفي لعيبه كتير جدا بتنضم لمنتخب مصر اول مره يخش منتخب مصر بياخد وقت كتير جدا. يعني في المباراتين بتاعه النيجر وليبيريا في ثلاث لعيبه جداد خالص جدا ادوا بشكل رائع جدا وكانوا ممتازين جدا وكانهم بيلعبوا من فتره طويله، انما عشان تخش جوه المنظومه جوه المنتخب وجوه بتلعب مع لعيبه كبار جدا زي محمد صلاح زي تريزيجيه زي الناس دي كلها لازم تاخد وقت، ولازم تبقى انت ليك الشخصيه بتاعتك انك انت لازم تخش في وسط الناس دي. بس الاسماء اللي حضرتك تفضلت بيها دي وطبعا غيرهم، احنا بنتكلم على قوام المنتخب طبعا. خلاصه اللعيبه اللي عندنا في مصر وخلاصه المغتربين منهم او اللعيبه الدوليين منهم، يعني لو افترضنا جدلا ان الجماعه دول ما كانش عندهم وقت ان هم يندمجوا مع بعض، ومفهوم طبعا ومفهوم اهميه هذا الامر، بس احنا لو افترضنا ان كل واحد لعب بشويه الامكانيات اللي عنده هنشوف اداء مرضي عن اللي كنا بنشوفه. يعني قدرات وامكانيات واسماء اللعيبه المفروض ينتج عنهم ده لو لعبوا بشكل عشوائي صحيح. لو افترضنا ان هم ما عندهمش حتى خطه نازلين ينفذوها صحيح. لو كل واحد عمل الشويتين اللي هو حلو فيهم هنشوف كرة مرضية، ليه ده مش حاصل؟ بس هي في حاجة يا كريم، اللاعب دوت مثلا زي تريزيجيه مثلا أو صلاح أو أي حد هو كل شغله لو أنت حضرتك قلت بالشكل ده هتشوف حاجة رائعة جدا تمام كويس جدا، إنما المشكلة كلها إن المدرب بيلزم اللاعب إنه يعمل حاجات معينة فالإمكانيات بتاعته ما تطلعش، والمدرب لازم يفهم المدير الفني لازم يفهم امكانيات اللاعب بتاعه ومراكزهم اللي بيتعلقوا فيه بالظبط كده. فطبعا انت كلامك مظبوط جدا، لو كل واحد لعب كده لوحده هيكسر الدنيا هنشوف كوره حلوه بالظبط كده، انما المشكله كلها ان المدير الفني دوت محتاج ان هو يحط التاكتكس بتاعه فبيلزم اللاعب انه ما يعملش غير كده. هي دي النقطة بتاعت اللعيبة، فبالتالي جزء كبير من القوة الضاربة للعيبة. برافو عليك، عشان كده بيحصل في المنتخب كل الناس تقول إن إحنا مش شايفين منتخب أو المنتخب مش كويس أو الناس بتقول كده يعني، إنما هو المدير الفني ملزم يعني بيلزم اللعيب إنه يعمل كذا وكذا وكذا، ما يقدرش يقول له ما تعملش كذا، فهو المدير الفني هو المعني بالتاكتكس بتاعه. احنا نتمنى فيتوريا بس يقدم ده بشكل يعني احنا مش هنعترض ولا هنتدخل ولا لينا ان احنا نقول له يلعب ازاي او طرق اللعب او غيره، بس نتمنى ان ده يطبق فعلا على الارض، لان فيتوريا زي ما اتقال كده دلوقتي هو الامل بتاعنا. يعني شوف كم اسم جه ومشي وانضم وبعد كده يعني رحل عن المنتخب، احنا لا نتمنى كمان يبقى في تجربه اخرى غير ناجحه، مش هقول فاشله بس غير ناجحه، فده هيبقى صعب جدا. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع كابتن ايهاب لان لسه برده في كلام كتير اعتقد يخص فكره هنا تطوير كره القدم المصريه. فاصل ونرجع. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ايهاب جلال اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي لسه عندنا الحقيقه يعني نقاط مختلفه عايزين ندردش مع حضرتك فيها، بس احنا كنا وقفنا عند نقطه معينه تفصيله قبل ما نطلع فاصل. عند تطوير كره القدم المصريه، وامتى بقى هيبقى منتخب مصر كده بينافس بشكل كبير وبينافس بشكل حقيقي ونشوف في كاس العالم موجودين، ومش بس موجودين، احنا مش عايزين بس نتواجد، لما تواجد يبقى ليا تاثير يعني. صحيح. بص حضرتك عشان هي بس المشكله كلها حصلت ان كل الناس مش بتقول منتخب مصر ومنتخب مصر وكده، حصل طبعا ليه؟ لان احنا كنا واخدين على منتخب مصر عماد متعب وعمرو زكي والحضر، يعني كان جيل رائع جدا، مش ممكن بصراحه يعني. فاحنا هنا بناخد من اخر حاجه احنا وقفنا بينا، صح طبيعي جدا وحاجه كويسه جدا.
حصل تغيير جدا كتير جدا بعد المجموعه دي كلها، وثلاث بطولات خدوها ورا بعض، شيء رائع جدا ومن احسن اجيال جت في مصر تقريبا. يعني جه الجيل اللي هو بعديه اللي هو محمد صلاح والنني وحجازي والمجموعه دي كلها، طبعا مجموعه رائعه جدا ومجموعه كبيره جدا ولاعيبه كبار جدا، انما لازم عشان الناس تثق في الناس في اللعيبه دي او كده لازم ياخدوا بطوله، ده طبيعي جدا، ولغايه دلوقتي ما حصلش ان اتاخد بطوله او كده، فعشان كده كل الناس عينيها على منتخب مصر، ليه مش كويس مش حلو، هو لا كويس جدا وكل حاجه رائعه جدا في منتخب مصر، بس هي المشكله تغيير المدربين من 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 فتره لفتره، تغيير اللعيبه، لعيبه جديده، كل ده لازم يتحط في الحسبان ولازم بسرعه جدا عشان الماتشات كتير جدا اللي جايه في تصفيات افريقيا لامم افريقيا لكاس عالم، كل ده لازم يتحط في الحسبان ويلم الناس وتتلم الناس كلها اللعيبه، ويبقى عندك قوام فريق، ان مش كل شويه اغير. طبعا هي المشكله كلها من كروش لفيتوريا، حصل تغيير لعيبه، جم لعيبه جداد، كل دوت بيحصل وبياخد وقت، هو دي المشكله، الوقت بس. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني معلش سامحني فيه يعني، بس يعني خدني على قد عقلي فيه، هو في كره القدم ينفع يتقال كلمه قرف فيما يتعلق بالمدراء الفنيين؟ انا بكلم حضرتك على المنتخب بصفه خاصه، لان في ازمنه بعينها مع مدربين بعينهم كان الوضع غير صحيح. يعني لو هنعمل فلاش باك لفتره المنتخب مع كابتن حسن شحاته مثلا، كانت اللعيبه كلها كويسه، اللعيبه كلها كانت، يبقى كواليتي اللعيبه اختلفت طبعا عن دلوقتي. طبعا ايه اللي اختلف؟ والمدرب برضه المدرب اكيد طبعًا. وحسن طبعًا. شحاته كان مدرب قليل او قهري او غيره مصري، وحافظ حتى اللعيبه المصريه بتعمل ايه او فكرها ايه او بتشتغل ازاي او بتعمل ايه، انما كواليتي اللعيب طبعا مختلف. طبعا اللعيبه دلوقتي لعيبه كويسه جدا وكبار جدا يعني، انما انا بتكلم في كواليتي لعيبه مع بعض، يعني فرقه متكامله. اصل انت ما بتلعبش تنس، انت بتلعب 25 لعيب 30 لعيب 50 لعيب، بيصفوا كلهم لغايه 23 لعيب في البطوله، فطبعا بتبقى عندك اجود ناس، برضو هنا في اجود ناس، انما بتكلم على فرقه متكامله، يعني من اول حارس المرمى لغايه راس الحربه كلهم لعيبه كبار جدا ولعيبه كويسه جدا، الكواليتي كلهم ماشي مع بعض، يعني الانسجام كله ماشي مع بعض. حتى لما جيت في 2006 و2008 و2010 كان التغيير في لاعب او اتنين بكتير جدا، دلوقتي انت بتخش من مدرب لمدرب بتلاقي مثلا خمس ست لعيبه متغيرين. صحيح. وفي لعيبه كانت مستبعده ورجعت تاني، فكل ده بياخد وقت، وبياخد وقت مجهود من المدرب ومجهود من اللعيبه عشان تقدر تخش تتنافس مع بعض، او يبقوا الكواليتي بتاعهم، هو طبعا اللعيبه كلهم كويسين انما مع بعض ممكن ما يكونوش الكواليتي مظبوط، مش منسجمين مع بعض زي 2006 2008 2010، دول كان كلهم منسجمين مع بعض طبعا. يعني اللعيب يخرج لعيب نظره العين ده بيجري لده وده بيسلم ده طبعا، وكان كل اللعيبه بتلعب مع بعض في الدوري المصري، في غير يمكن واحد او اتنين بس هم اللي كانوا بره. النبا دلوقتي اكتريه اللعيبه يعني خمس ست لعيبه بيلعبوا بره، الباقي بيلعبوا في الدوري المصري، عايز اقول في واحد بيلعب في السعوديه، في ناس بتلعب في انجلترا، في ناس بتلعب في تركيا، فالوضع بلاد مختلفه، في تاكتكس مختلف، في كواليتي لعيبه مختلفه اللي بيلعب معاه هناك في بلده. ده اللي بيخليهم لما بيبقوا عرضه للانتقاد، والكلام ده ينطبق عليهم كلهم، ما فيش حد كان خالي من الانتقاد. صحيح. ده تحديدا. صحيح. ان انت مش بتعمل مع منتخب بلدك ربع اللي انت بتعمله مع الفريق اللي انت محترف مثلا فيه. بس هي برضو عايزين برضو نقول، انا عشان فني اقدر اتكلم في الحته دي، ان محمد صلاح مثلا لعيب كبير جدا، بس طبعا. مع ليفربول لانه بيتمرن كل يوم مع اللعيبه دي بيتمرن كل يوم، فواخد اللعيب زي ما حضرتك قلت كده، عارف بيجري ازاي، بيتحرك ازاي، بيجري ازاي، كل ده اللعيب ده حافظين محمد صلاح في ليفربول، انما بيجي هنا ثلاث اربع ايام اللعيبه لازم ثلاث اربع ايام في خمس ست تمارين مثلا، ما يعني ضعيف جدا، الوقت ضعيف جدا، ما يقدرش يقول لك صلاح بيجري ازاي او بيعمل ازاي، وبرده المدرب هنا غير المدرب هناك، المدرب هنا عايز صلاح مثلا يعمل حاجه معينه، او تريزيجيه يعمل حاجه معينه، او حجازي يعمل حاجه معينه، هي دي المشكله. بس يا كابتن ايهاب تسمح لي، معلش
يعني الكلام ده إذا كان بينطبق علينا وكلام مظبوط جدا أكيد بينطبق على كل الدول التانية. صحيح. يعني أكيد عندهم كان أجيال ذهبية وعندهم لعيبة كانت أفضل من لعيبة، ومش كلهم دلوقتي الأجيال اللي عندهم هي الأفضل، عد عليهم أفضل طبعًا كتير طبعًا. فأنا برضو مش بشوف إن ده مبرر بصراحة. يعني أنا طبعا مقتنع بكلام حضرتك وجهة نظرك، وممكن كريم بيتفق كمان فيها، بس أنا مش شايفة إن الوضع فقط هو كواليتي لعيبة تفرق عن جيل عن جيل، يعني موجودة في كل الدول، بس ستيل أنا لا أقدم كمنتخب مصر اللي مفروض أقدمه. في مشكلة، مشكلة مش بس فكرة الكواليتي بتاعت اللعيب بصراحة. يعني هي المشكلة ما احنا برضو احنا مش عارفين نحط ايدينا على المشكلة فين. هي دي بقى النقطة. هي دي، هي دي ما انت حطيت ايه على المشكلة هنحلها. انما فعلا يعني مثلا الجيل بتاع الثمانينات بتاع كابتن خطيب وحسن شحاتة وفاروق رائع جدا يعني جيل كان من احسن اجيال جت في تاريخ مصر بصراحة طبعًا الواحد طبعًا وفي العالم. يعني الجيل ده كله في العالم كان كويس، يعني البرازيل هتلاقيها لعيبة كويسة جدا، الارجنتين، ايطاليا، ألمانيا طبعًا. كل اللعيب الجيل السبعينات لغاية الثمانينات دي كان جيل رائع في العالم كله. صحيح. في العالم صحيح. كله فعلا وحتى حراس المرمى كله كله طبعًا. يعني كل الأجيال كانت في العالم كله في السبعينات لأوائل الثمانينات كانت رائعة جدا جدا جدا. ومصر ما راحتش كاس عالم يعني ليه بقى؟ تفسر ده بإيه او فسروه وقتها بإيه؟ لأن انت بتخشي البطولة متأخرة، يعني في كذا كذا من السنه اللي فاتت اللي قبل كده انت دخلتي البطوله متاخره. بمعنى ايه؟ بتلعبي مثلا مع فرقه زي مدغشقر مثلا، يعني مع احترامي ليها يعني فرقه كويسه بس زمان ما كانتش على المستوى الكبير يعني، فتخش تتعادل معاها هنا وتتعادل معاها هنا. فانت بتخشي في الموضوع ده متاخر. في بطوله افريقيا انت بتخشي جامده جدا، عشان كده كل مره بتخشي بطوله افريقيا. انما في فرق في افريقيا وفي شمال افريقيا بيخشوا البطولات كاس العالم، تصفيات كاس العالم بدري جدا، يعني بيركزوا فيها من اول، فبيركز فيها من الاول بيروح كاس عالم. يعني انت يعني مصر للاسف ما راحتش كتير كاس عالم. اركز فيها من الاول معنى ان انا ايه اعمل بريبريشن اللي هي المعسكرات الطويله. برافو عليك. واكسب المباراه من اولها. يعني في كذا سنه كذا سنين من بتصفيات كاس العالم كنت بتتعادل مع فرق مش مذكوره على الخريطه يعني. صح. ودي اللي كانت بتخرجك بره. يعني مره تعادلت مع ليبيريا واتغلبت من ليبيريا. ليبيريا دي اصلا فرقه يعني مع احترامي ليها مره خرجتك من كاس العالم. ليبيريا دي او النايجر خرجتك من كاس العالم. الفرقتين دول خرجوك من كاس العالم مره، فمرتين يعني. فعشان كده بقول لك حضرتك لازم تخش زي ما حضرتك قلت كده نهوان، انك انت لازم تخش بمعسكرات كويسه جدا وتكسب المباراة على طول. يعني من أول تخش جامد. اللي احنا بنعمله في بطولة أفريقيا، بنعمل في بطولة أفريقيا بتخش جامد جدا، فعشان كده كل مرة انت في بطولة أفريقيا وبتاخدها. طيب خلينا نرجع بقى تاني لماتش النهاردة، وبرضو توقعات حضرتك، هل هيكون الأداء هجومي ولا متوازن ما بين الدفاع والهجوم؟ وبرضو لازم ناخد في الاعتبار تفصيلة الدفعة المعنوية، فكرة ان انت لسه جاي من انتصارين، واحد قاري وواحد محلي، الى اي درجة برضو الدفعات المعنوية اللي من النوع ده بتفرق مع اللعيبة؟ وهل لما تكون جاي من مكسب واتنين بيبقى الدافع عندك اقوى، ولا لما بتكون جاي من هزيمة بيبقى الدافع اللي جواك اعلى؟ لا، لما تكون جاي من مكسب دافع اكتر، لان الهزيمة الى حد ما حتى لو انت هنشيل بعضينا وماشي اوكي وتمام كل حاجة، انما الهزيمة برضو بتاخدك بتاخدك لتحت شوية. انما ما تبقى جاي مكسب معنوي كبير ومكسب كويس وضد فرقة كبيرة زي الاسماعيلي او بطولة قارية زي فرقة من تونس، برضو تونس من الفرق الكويسة جدا، انك بتديك دافع معنوية كبيرة جدا. وانا شايف النهاردة مباراة اسوان فيها يبقى فيها توازن طبعا بين الدفاع والهجوم، طبعا ده اكيد جدا، لان المدرب لازم يشتغل على كده من الاول. وبعد كده مع مرور الوقت في المباراه بيقدر المدرب يقول للاعيب تعمل كذا، لان المدرب من بدايه الخطه بيحط سيناريوهات لنفسه، سيناريو نبتدي اول ثلث ساعه كذا، اول ربع ساعه كده، بعد كده نص ساعه كذا، فهو بيحاطط سيناريو للمباراه، وكل مباراه على حده. يعني مثلا ممكن مباراه الاسماعيلي تختلف عن مباراه الاسوان، عن مباراه سيراميك، عن مباراه الزمالك، كل ده ليها سيناريو بيتحط للمدرب. فطبعا انا شايف ان مش هيجازف ان هو لازم من الاول يضغط او من الاول يكسب او من الاول لا، لان برضو المباراه مش عايز اقول ان هي مباراه برضو
الى حد ما على الورق سهله بالنسبه للنادي الاهلي. فان شاء الله هنشوف بالتوازن، انا شايف كده هيبقى في توازن بين الدفاع والهجوم، وده اللي احنا هنشوفه، وان شاء الله يكون الاهلي مباراه يكسب فيها يعني. تعالى بقى نروح للمنتخب الاولمبي كابتن ايهاب، اللي هيبدا مفروض اول مشواره في التصفيات بقى المؤهله ل يعني اولمبياد باريس ان شاء الله. بتشوف او بتتوقع كده ازاي ان شاء الله اول البدايه او الضربه بقى في التصفيات الاولى؟ الحمد لله ان جات لنا برضو الفرقه هي اسمها اسواتيني اسواتيني كانت سوازيلاند زمان، هي تحت جنوب افريقيا كده، بلد احنا لعبنا فيها في النادي الاهلي يعني فيها. انا ما كنتش اعرف اصلا عنها بعد ما عرفنا ان احنا نعمل مع اسواتيني فعملنا سيرش وبعد الحركات الانفصاليه اللي حصلت في افريقيا استجدت اسماء كتير جدا وغيروا زي ما هم عايزين يعني. غريب. دي كانت سوازيلاند زمان، يعني جزيره حلوه جدا تحت جنوب افريقيا. طبعا الفرقه بتاعتها مش قويه جدا، والحمد لله انا بقول ليه الحمد لله ان قال المنتخب هيلعب، المنتخب الاولمبي هيلعب الفرقه دي، لان طبعا مش قويه جدا. في ان المنتخب الاولمبي لعب مباراتين بس كده مع بنين استعداديه يعني، بداوا طبعا غصب عنهم، لسه كان الدوري كان خلص، ما كانش فيه لعيبه بتلعب من اللي هي المنتخب الاولمبي 2001، بدليل ان هم واخدين من عندنا احنا من 2003 حوالي 3-4 لعيبه بيلعبوا معاهم، لعيبه كويسه جدا. فطبعا انا شايف ان الحمد لله ان شاء الله المنتخب الاولمبي هيعدي المباراه دي وهيكسب ان شاء الله، هيكسب هناك، لان انا شايف ان المنتخب الاولمبي اعلى من الفرنسي. بس هي الافضل ليا ان انا ابدا مع حد مستواه مش كويس، ولا الافضل ليا ان انا ابدا بحد كبير؟ ما هي دي، ما ابدا بحد كبير لو انا عامل استعداد من الاول وعندي قوام فرقه من زمان، من يعني انا اصلا مع استعدادي بديه كام من 10 7 مثلا ممكن، لان طب ده مش مبشر قوي يعني، مش حكايه مبشره انا هوند، بس هي المشكله ان المدرب لسه جاي من شهر 6 اللي فات. اما جه اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي اكترتها ما بتلعبش في الدرجه الاولى، بيلعبوا في المستوى اللي هو الشباب، اكترتهم كان الدوري ابتدى يخلص، هو اصلا ما عندوش فرصه ان هو ينقي في اللعيبه، ياخد اللعيبه اللي هي بتلعب، لان اكترتهم ما كانش بيلعبوا. فانا عشان كده بقول ايه، الحمد لله الفرقه دي مع الوقت ده نلعب مع الفرقه دي، انما بعد كده ان شاء الله، ان شاء الله بعد طبعا هيبقى في فرصه كثيره ان شاء الله اكتسبوا الثقه على بالظبط كده، وحتى تكون اللعيبه ابتدت تلعب في الدوري بتاعها، او اللعيبه اللي هتلعب في الدوري الممتاز يقدر يلعب، عشان يقدر عنده مساحه من الاختيارات كبيره. هو احنا ليه دايما عندنا النوع ده من الكعبلات؟ يعني مدير فني يجي على اخر لحظه، فبالتالي ما بيبقاش عنده مساحه وقت كافيه ان هو ينتقي اللعيبه، اللعيبه ما بيبقوش عندهم مساحه وقت كافيه ان هم يبقى في ما بينهم صحيح. وبين بعض هارموني. ليه عندنا الكعبلات دي؟ ما الموضوع بيبقى معروف من قبلها بسنين، لازم يكون في مدرب السنه الجايه جدول البطولات اللي هنشارك فيها كذا وكذا وكذا، نعد لها من دلوقتي. مظبوط، هي كلام حضرتك مظبوط جدا. لازم يكون في الاستعداد من الاول خالص. هي طبعا انا مش قادر اقول ليه يعني بيحصل كده، يعني احنا بس مجرد بنفكر مع بعض، بنفكر بالظبط يعني. لا مفيش كلام يعني، مفيش مشكله خالص، انما انا بقول زي ما حضرتك، وكلام حضرتك مظبوط جدا جدا يا كريم، ان لازم يكون المدرب عنده من الفرصه طويله جدا ان هو يقدر يبقى عنده مساحه، ويبقى المدرب ده هو اللي موجود، ما يجيبش مثلا مدرب لسه جاي من شهر او شهرين اقدر اقول له طب اشتغل. مش كل الكعبلات دي بتفقدنا ثقلنا صحيح اللي احنا طول عمرنا معاه. لا مظبوط جدا، كلام مظبوط جدا، وانا برضو مش عارف المشكله فين برضو يعني، هي دي برضو زي ما كنا بنتكلم نحط ايدي على المشكله، عايز احط ايدي على المشكله اقدر اشتغل يعني. هي ليه عامله كده؟ مفيش مشكله، احنا مش قادرين نقول حاجه لان مش عارفين المشكله فين بالظبط، مش عارفين نحط ايدينا على المشكله، هي دي بس. ودي في حد ذاتها مشكله، مشكله دي مشكله نناقشها بقى في دقيقه اللي فاتت، دي مشكله لازم في برنامج لازم تعملها بصراحه يعني. طب ايه الحقيقه كره القدم المصريه ما تستحقش الحاجات اللي احنا بنتنضر عليها دي، لان احنا طول عمرنا برضه بقالك سنين يا كريم، ما هياش حاجه مثلا وقتيه، بقالك سنين بهذا الشكل، بلد كبيره واسم كبير، مصر كبيره في حقيقه يعني، الواحد بيعرف الحاجات ده لما بيسافر بره، لما بيسافر بره بتعرف ان مصر فعلا اسم كبير في كل حاجه، في كل المجالات، مش في الرياضه بس، في كل المجالات. وللاسف احنا برضه يعني مقصرين في حق نفسنا كتير، ودي انا زعلان منها جدا. ازاي مقصرين؟ مقصرين مثلا زي ما قلت حضرتك كده، المصري اسم، يعني اسم مصر ده، او انا كمصري ليا شأني ورونقي،
انا بقلل من نفسي يعني. هنا في مصر بنقلل من نفسنا، اما بتخرج بره مصر بتقلل من نفسك. انا مش فاهم ليه يعني. المفروض انك انت اسم يعني مصر دي اسم. انت عندك خامه كويسه، خليني اقول او اضيف لكلام حضرتك كابتن ايهاب. يعني انت دايما لو هنقيس ده مثلا على الرياضات المختلفه، تعال شوف الابطال بتوعنا اللي شاركوا في الاولمبيات المختلفه ومنها طوكيو، اقل الامكانيات بتعمل ابطال او بتصنع صحيح. ابطال ده للمصري صحيح. ممكن بتكون بتنافس مثلا بطل امريكي او بطل واتيفر، الدعم المادي والمعنوي وكل حاجه متوفره له، وانت بتنافسه يعني وانت ما فيش يعني انت 3 من 10 في اللي هو بيحصل عليه. فدي بقى اللي بتميز، هو ده اللي انت بتقول ان انا عندي بوتنشال باقل امكانيات. ده الحق يقال بصراحه. بالظبط، ولازم تبقى انت عالي، لازم تبقى انت عالي. يعني مثلا في الاسكواش انت رقم واحد في الاسكواش في العالم، رقم رجال وسيدات، بنات وسيدات. ما فيش حاجه خالص تقول ان ما فيش مؤشرات في مصر تقول ان ده رقم واحد. يعني الشربيني، نور الشربيني هايله جدا يعني. مكتوب لسه، انا لسه قاري في الـ Egyptian تايمز رقم واحد على العالم. هم بيكتبوا بره عليها واحنا ما بنذكرهاش خالص. لا بنذكرها بس لازم يبقى لازم تبقى فاهم ان رقم واحد على العالم مصري في السكواش. زي التنس احنا لا احنا في السكواش طبعا حاجه ثانيه. زي التنس، التنس يقول لك ايه معروف رقم واحد لغايه 10 في العالم كله في الرجال والسيدات. مين هم؟ انت ليه ما بتحطش مثلا ده انت عندك رقم واحد واثنين وثلاثه مصريين وبقينا كده في الى حد كبير في الهاندبول كمان. وفي الهاندبول رائع يعني. انت خسران من ماجدبورج. دي ماجدبورج دي فرقه قويه جدا في المانيا، بطله العالم، بطله العالم، وانت خسران منها بحاجات بسيطه وعامل مباراه معاها رائعه جدا. لازم يا جماعه نذكر الحاجات دي ولازم نعلى يعني. انت كمصري لازم دماغك فوق مرفوعه، راسك فوق كبير جدا، ولازم لما تخرج بره الناس تحس انك انت راجل مصري، والناس دي حاسه بكده. انما انت كمصري لازم تحس بنفسك يعني. انا لازم يكون عندك عزه بنفسك انك انت راجل مصري. ده مهم جدا يعني. لازم الاعلام يسلط الامور كلها على الحاجات الايجابيه مش الحاجات السلبيه طبعا. وفي نفس الوقت العزه بتيجي من اللي انت بتصنعه يعني. انا برضو في الاول وفي الاخر قدمت ايه لنفسي صحيح. وقدمت ايه طبعا لبلدي صحيح. بس لازم اكون حاجه، مش اللي هو اصل مش عايزه رساله توصل لحد مثلا ما بيعملش حاجه في حياته يقول لك عشان مصر. لا لا ما ينفعش. لا لازم يكون عندك لا لا دي مش ليك. لا مش ليك النصيحه دي مش ليك. لا مش ليك. لازم اكون قدمت صحيح. حاجه علشان صحيح. اقدر ان انا اكون فخور بنفسي صحيح. في اي مجال، مش لازم في الرياضه بس صحيح. اكون شخص نجحت في المجال اللي انا فيه على الاقل يعني. صحيح. كابتن ايهاب قدامنا دقيقه ونص تقريبا، لازم انا وكريم نختم مع حضرتك على منتخب الشباب والاستعدادات بقى للفتره اللي جايه. ان شاء الله احنا عندنا الشهر الجاي حوالي 10 ايام في توقف الدوري. استعداد كده احتمال كبير قوي يكون عندنا مباراتين افريقيتين هيجوا لنا، اعتقد ممكن يكون الكاميرون نيجيريا او كده. لو ما كانش في امكانيه ان هم يجوا، احنا في اعتقد ممكن لنا سفريه مثلا لاوزبكستان حاجه كده لسه بيشوفوها يعني. انما احنا عندنا 10 ايام يوم 10 11 ان شاء الله معسكر استعدادا طبعا لكل ده. استعدادات كل ده أفريقيا. مهم جدا الفتره دي طبعا يعني. الحمد لله احنا عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، وفي الحمد لله برضو في 3 لعيبه مع المنتخب الاولمبي او 4 لعيبه منهم حارس المرمى احمد نادر السيد معاهم، واعتقد ممكن يلعب اعتقد يعني. موفقين يا رب ان شاء الله كل اللي جاي يعني. ان شاء الله استعداد كويس وربنا يكرم ودعواتكم يعني. وربنا يكرمنا النهارده كمان. طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم. طيب احنا يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر. نورتنا وشرفتنا بوجودك معانا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله ما تغيبش عننا بقى، تبقى معانا قريب ان شاء الله. ان شاء الله كريم. شكرا ليك يا كابتن ايهاب، وهسيب حضراتكم بقى في الفقره اللي جايه مع كريم طبعا، وهتنورنا دكتور ايام الحياوي وملف جديد في الصحه، ونشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم حلقه جديده. يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في الفقره دي هنتكلم عن مصطلح دايما بنسمعه، ودايما بنسمعه مقترن بمخاطر، ودايما بيتقال في سياق انه ليه انعكاسات سلبيه على الصحه بشكل عام وعلى السمنه المفرطه بصفه خاصه، مصطلح الزيوت المهدرجه. ايه هي الزيوت المهدرجه؟ بنستخدمها ليه اصلا في حياتنا لما هي ليها هذا الكم من المخاطر والانعكاسات السلبيه على الصحه العامه؟ ده هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام الحياوي اللي منوراني في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات. صباح الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. انت عامل ايه؟ ايه بقى حكايه الزيوت المهدرجه اللي كل شويه بتتقال في جمله بتفيد بخطورتها؟ هي مشكله كبيره جدا. خلينا نتفق على حاجه بس، معلومه عامه نفهمها للناس. لما بنقول احنا انواع الزيوت اللي موجوده والدهون كتير جدا ومتنوعه جدا،
ايه اخطر حاجه او بنقيس مدى خطوره الحاجه بايه؟ بحاجه بسيطه جدا، درجه الحراره اللي بتوصل ليها في الاحتراق. يعني لما نقول زمان السمنه والزبده الحاجات اللي كنا بنستخدمها جدودنا بصوره كبيره في الاكل، ما كانش بقى الحاجات الموضه اللي طالعه كتير جدا دي يا كريم، والناس كانت صحتها حلوه، والافلام الابيض واسود تلاقي وسط الفنانين كلهم في الفساتين الجميله دي الوسط صغير قد كده، والحياه كانت قائمه على الزبده والسمنه والحاجات الجميله دي كلها. فاحنا ليه بنقول ان الزبده والسمنه من الحاجات الكويسه؟ لان درجه الاحتراق بتاعتها عاليه جدا، 200 و240 و250، فده معناها ان هي تغييرها او المولكيولز او الجزيئات بتاعتها، انها لما الست البيت تستخدمها في الطبخ ما بيحصلش فيها مشاكل تتحول لحاجات مسرطنه او مشوهه. الحاجات بقى المهدرجه او الصناعيه دي الشركات التجاريه ابتدت تعملها، بتغير في طبيعه الحاجات دي، بتلعب فيها جينيا، فبتبتدي تشوهها، يبقى منتج مسرطن 100%. فده بنلاقيه فين بقى؟ طب وازاي ده متاح لينا في الاسواق وبننزل نشتريه وبناكله وناكله؟ مش بس كده، ما هو احنا هنربط دلوقتي السمنه بالدهون المهدرجه، فهرد عليك واقول لك ان اول عنصر موجود فيه الدهون المهدرجه دي بندخلها في بيتنا لينا ولاولادنا طول اليوم تقريبا طرق مباشرة أو غير مباشرة، أكل الجانك فود. إحنا دلوقتي كلنا بنشتغل في الشارع، ولادنا بنوديهم نوادي، أي حركة بسيطة هتلاقي نفسك غصب عنك، حتى لو بيجيب سناك، حاجات معلبة، حاجات مقفولة، للأسف كلها يا كريم مليانة دهون مهدرجة، سواء في مشروبات الغازية اللي كلها ألوان ومواد حافظة بالظبط كده، سواء في الفرايز المقلية، سواء في اللحوم، كل اللحوم المصنعه عايزه اقول لك مليانه دهون مهدرجه. فللاسف كم الحاجات اللي احنا بناكلها لينا ولولادنا، ومش بس كده، هي بتعمل سمنه، وسمنه مفرطه تؤدي الى امراض مزمنه. فهي حلها ايه بقى الحكايه دي؟ حلها بقى ان احنا نبتدي واحده واحده نتجنب الاكل السريع الموجود في الشوارع، وده من اجل كذا حاجه، صحتنا، من اجل ان احنا نقلل الكوليسترول، ما يجيناش بعد الشر اورام وسرطانات لينا وللولاد، وفي نفس الوقت نفقد وزن ونخس. وده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده بقى، ازاي نخس، ازاي يعني احنا عايزين بقى نخس النهارده يا كريم بطريقه امنه وصحيه، وفي نفس الوقت نسهل رحله الخسيه اللي هي بقت صعبه عند ناس كتير. زي ما بنقول انت دلوقتي خارج بره في الشارع بتشتغل طول اليوم بره زي كل الناس، طب جعان عايز تاكل، هتعمل ايه؟ مضطر تاكل الحاجات دي. طب انا النهارده عايز اشتغل معاك ان انا اساعدك ان انا احد من الشهيه شويه، ان انا لما انت مضطر تاكل بره وهتختار اختيارات صحيه ما تبقاش عندك نهم وجوع فمضطر اكل اي حاجه قدامي. ده هنوصل له النهارده بان احنا هنتكلم عن كورس بيستا، وده كورس انا بعتبره كورس علاجي. يعني دايما كورسات التخسيس او حاجات الدايت محدش بيقول عليها علاجيه، بس انا بعتبر ان بيستا من الحاجات العلاجيه الممتازه. ليه بقى؟ لان هو الكورس قائم على بيستا، وده اكياس من الالياف المالئه. الالياف المالئه دي مكونه من الشوفان، رده القمح، كشور السليم. الالياف دي لما بناكلها يا كريم هي كيس بندوبه في كوبايه ميه، ناخده قبل اي وجبه بنص ساعه. فحضرتك بره هتاكل من اكل الشارع، لما تحس بالجوع والنهم ده هتاخد بيستا في كوبايه ميه واشرب بعديهم كوبايه ميه، هتلاقي فيه بالونه من الالياف الطبيعيه ملت معدتك، ما اشتغلتش على مخك. لان دايما انا بكون حريصه ان انا اوضح انا مش عايزه العب على المخ ابدا، انا عايزه اشتغل موضعي وبطريقه امنه. فانا خدت بيستا اللي هو اول عنصر في الكورس بتاعنا النهارده على كيس من الميه مع كوبايه ميه، معدتي اتملت ببالون، فقدرتي على الاكل قلت جدا. مش بس كده، يعني احساس الشبع بالظبط. انت قاعد دلوقتي، قاعدين دلوقتي في البرنامج، انت مستني تخلص مثلا عشان تفطر، لو واخد بيستا بعد ما هنخلص مع بعض الحلقه، هتروح جابوا لك مثلا الفطار، هتلاقي نفسك مش قادر تاكل، هتاخر الوجبه ساعتين وثلاثه، فعدد وجباتك مبدئيا في اليوم قل، فده عنصر طبعا. عدد وجباتنا قل، كمياتها قلت، فقللنا الداخل في جسمنا، دي اول حاجه. طب تاني عنصر في الكورس يا كريم هو قلب مالتي فيت فيتامين، ودي المنظومه الكامله لشركه بايو ناتشرالز، حريصه ان هي تمد كل الناس بيها علشان يوصلوا للهدف، مش بس يوصلوا للهدف والتثبيت، وهنتكلم عنه بالتفصيل. قلب مالتي فيت هو مالتي فيتامين بيمد جسمنا ب 13 عنصر اللي جسمنا محتاجهم لكل الوظائف الحيويه وتجديد البشره والخلايا، واي حاجه احنا جسمنا محتاجها كعنصر عشان يشتغل فيها احنا بنمدها بيه. هو الاقتران ما بين قلب مالتي فيت وبين بيستا، يعني اللي بياخد ده لازم ياخد معاه ده، عشان فكره انه لما يفقد وزن ما يفقدش معاه كمان عناصر مهمه للجسم ومعادن، مش كده برضه؟ بالظبط كده، مش تمام. بس ما يفقدش، خلي بالك يا كريم ان نقص عناصر كتير جدا في جسمنا زي فيتامين دي 3 بينعكس بصوره مباشره جدا ان معدل الحرق بتاع الناس ضعيف. فتلاقي الناس بتيجي تقول لنا يا دكتور، او لما بيتصلوا على ارقام شركه بايو ناتشرالز عشان يتواصلوا مع الفريق الطبي من اخصائيين التغذيه ويقول لهم كل التفاصيل. ودي عايزه اقول برضه حاجه، مبادره شركه بايو ناتشرالز عاملاها رائعه جدا جدا، ان عامله هديتين على كورس بيستا اللي هو زي ما قلنا مكون من
بيستا المالتي فيتو مستخلص القهوه الخضراء اللي بتساعد على زياده الحرق. الكورس ده كله عليه حاجتين هديه، وانا شايف ان هم من اجمل الحاجات. متابعه مجانيه من فريق متخصص من اخصائيين التغذيه معاك اسبوع باسبوع لغايه لما توصل للوزن المثالي، مش بس كده وتثبت. وعايزين نتكلم دايما ان التثبيت يا جماعه رحله لا تقل اهميه عن رحله فقدان الوزن. انا كده كده عايز اقف معاكي شويه عند حته التثبيت، بس مش عايز اقطع السلسله. الهديه الثانيه واسالني بقى كل الاسئله هي فيتامين دي 3 اللي هم عاملينه برده هديه على الكورس المتكامل. ليه برضو قرروا يحطوا فيتامين دي منفصل لوحده؟ علشان فيتامين دي يا كريم للاسف ناقصه، اللي هو عند 3 ارباع الناس تقريبا، سواء في بلادنا اللي فيها شمس او البلاد يعني بره اللي ما فيش شمس موجوده، هو ناقص عند 3 ارباع الناس لانه للاسف مصدره الوحيد هو الشمس. الاكل اللي يعني واحنا من قله الشمس عندنا احنا كنا بنتشوي للخمس ست شهور بنتعرض بقى غلط يا كريم، لان هو لازم شمس مباشره، يعني مش وانت راكب عربيتك. يعني انت دلوقتي يا في الشغل بين اربع حيطان، يا راكب عربيتك وقافل الازاز ومشغل التكييف، او راكب مواصلات. ففي كل الاحوال مفيش تعرض مباشر. مش بس كده، لازم يكون جلدك مباشره، يعني مش على اللبس، في وقت معين قبل الساعه 10 صباحا او بعد الساعه 4 عصرا 20 دقيقه. فانت كل الظروف للاسف عندنا احنا بقى شمس الحمد لله مش زي الدول الاوروبيه، بس مش عارفين نستفيد منها، فبالتالي كلنا ناقص عندنا. طب ناقص عندنا ايه بقى المشاكل؟ ضعف معدل الحرق، حاله تعب، تكسير في العظم، اكتئاب، كل ده لسه يا كريم متخيل نقص فيتامين دي. فاحنا هنشكر طبعا شركه بايو ناتشرز ان هي مدت هديه الكورس المتكامل الرائع ده بهديه جميله هتحل لنا مشاكل كتير جدا وهي فيتامين دي 3. عظيم. تعالي بقى نرجع لتفصيله او لنقطه التثبيت. أوكي. اللي انا فهمته إن 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 الواحد لما بياخد بيستا ويدوب الكيس الواحد بيدوبه في كوباية مية قبل الأكل بنص ساعة، ومتفقين على إن العناصر بتاعته بتنفش جوه المعدة، فبالتالي بتخلي المساحة المتاحة إن إحنا نحشر جواها بتقل كتير. أنا بقول لك تعبير يعني لا هو ده الصح يعني أيوة. بس لتقريب وجهات النظر أيوة. للناس اللي بيتابعونا. طيب أنا بعاني من سمنة مفرطة وخدت المنتج والتزمت معاه او التزمت بيه لفتره وفقدت الوزن اللي انا عايز افقده وزي الفل كده، وانس وقفت بقى، هل بترجع تاني شهيتي زي ما كانت الاول لو انا بطلت ان انا اخد البيستا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ليه بقى؟ عايز اقول بس حاجه معلومه لكل الناس وطبعا ليك. اي حاجه ما اشتغلتش على مراكز مخنا، وده اللي انا دايما باكد عليه، سواء كفاتح شهيه او ان انا اقلل شهيتي، انا في امان. دي نمره واحد، لان الحاجه اللي هتشتغل على مخك مجرد ما وقفتها حصل لخبطه هتجيب نتيجه عكسيه. ده طبعا مش موجود عندنا خالص. طب ندخل في حته ثانيه. بيستا الياف طبيعيه بتدوب في فتره معينه من الساعات، بتقلل زي ما انت قلت حجم، بتاخد حيز من معدتك، فانت مش قادر تدخل كميات، وبتاخد قبل كل وجبه، فهي حاجه بتدوب بتنظم لك عمليه الهضم والامعاء، هي بتخرج في جسمك مع المخرجات. بالعكس، فهي بتحل مشكله الامساك المزمن اللي ناس كتير بتحسه مع الدايت. وهي مش البالونه اللي بنروح نعملها جراحيا بفلوس كتير اللي بتفضل بقى دي موجوده في معدتك يا كريم، شداها ونفشها في معدتك بتوسع. فانت بعد ما شلت البالونه بعد 6 شهور معدتك وسعت، فبتاكل اكتر بعد ما بتشيل البالونه. احنا هنا بنتكلم في الياف، ده ما بيحصلش بقى في الكيس. الياف زائبه طبيعيه بتاخد حيز بس لفتره من الساعات، بالعكس ما بتوسعش طبعا معدتك خالص زي الحاجات التانيه، لانها حاجه مش موجوده بيرمننت ولا حاجه صناعيه، وبتنزل بتنام انت ساعات الليل بتاعتك، بتصحى تاخد ده، فيبتدي يملا لك حجم معدتك حجم مؤقت. انت بقى بتتعود في الفتره دي على ايه؟ لما بتتابع مع الفريق المتابعه المجانيه لشركه بايو ناتشرالز عاملاها، وبتظبط فيتاميناتك وبتظبط فيتامين دي، بتخرج من الكورس خاسس، فيتاميناتك مظبوطه، الحاجه اللي كانت ناقصه مخليه حرقك وحش بقت كويسه، في حرقك بقى احسن يا كريم، اتعودت تاكل كميات قليله على مدار فتره كويسه، خسيت في الشهر على الكورس اللي هيمشي عليه بالتفاصيل في المتابعه الفريق هيقولها له، يعني من 8 ل 12 كيلو، وده متوسط الخسيه اللي تقريبا كل الناس الحمد لله مشيت على بيستا ومتابعتها مع فريق في الشركه. طبعا ارقامهم ظاهره على الشاشه وصفحه باي. والاهم ان هم بيفقدوا الوزن ده بصحه. بصحه ليه بقى كمان؟ عشان في عناصر ثانيه مهمه جدا موجوده في بيستا، وهي الكروميوم بتركيز عالي 500 ملي جرام، وفيتامين سي والكارنيتين. طب دول دورهم ايه بقى؟ دورهم مهم جدا. دي مكملات الناس بتروح في الصيدليه تاخدها لوحدها كده، احنا حاطينها في منتج طبيعي. طب الكروميوم بيعمل ايه؟ بيقلل امتصاص النشويات من الوجبه. يعني انت دلوقتي كلت نص الكميه اللي انت كنت متعود تاكلها، وهو ده دور بيستا كالياف. النص الكميه النشويات اللي بقيت بتاكلها دي، هو نفسه قلل امتصاص النشويات اللي موجوده في الكم اللي اوريدي قليل. عمل ايه؟ حفز افراز الانسولين اللي بيحرق اللي احنا محتاجينه، او حسن وظيفته. الحاجة التانية فيتامين سي، حرق الدهون الموضعية، ودي حاجة مهمة جدا مش ناس كتير عارفاها كريم، عن
دور فيتامين سي. دايما فيتامين سي في دماغ كل الناس مناعه، قوي مناعتك فيتامين سي وادوار البرد والحاجات دي، مع انه دوره فيتامين سي من الحاجات اللي ليها دور قوي جدا جدا، فمن الادوار الاساسيه. عشان كده موجود بتركيز برده ممتاز جدا في منتج بيستا، هو ان انا بحرق الدهون، بطلع الدهون من الخلايا وخليها هي مصدر الوقود في جسمي. عشان كده برده من الفيدباك او يعني الاراء اللي دايما كانت بتجيلنا بالظبط كده على ارقام تليفونات الشركه اللي بتبقى ظاهره على الشاشه اللي الناس بتتابع عليها مع اخصائيين التغذيه من شركه بايو ناتشرالز، احنا مبسوطين لان انا ماشي اكلي قل فعلا النص او الربع، فانا اللي داخل قليل. الطبيعه هتقول ده انا ما عنديش طاقه لان انا مدخل كميات اقل. دايما الفيدباك بيجي لنا سبحان الله انا باكل اقل وبقيت اكل بدل ثلاث وجبات وجبتين، واحيانا معدتي مليانه باكل وجبه واحده بس فباخد كيس واحد لاني ما بقتش قادر اكل اصلا. انا حاسس ان انا عندي باور وطاقه وانرجي والناس فرحانه بده. طب ليه هم حاسين بباور وطاقه والانرجي دي يا كريم؟ علشان انا ابتديت اخلي جسمي في مصدر وقود تاني وطاقه تانيه، ان انا بحرق الدهون الموجوده جوه الخليه، فانا خليت جسمك محرق الدهون بالمكونات الطبيعيه اللي انا حطاها في بيستا. عظيم. في وسط الكلام كنت بتقولي ان احنا من خلال منتج بيستا انتوا بتعالجوا المشكله دي بشكل موضعي ومن غير ما تخاطبوا اي مركز مسؤول عن الاكل او الشهيه في المخ. وقلتي في وسط الكلام ان حتى فيما يتعلق بفتح الشهيه اللي هو الوضع العكسي بالزبط. ده كلام ممكن يتعمل موضعيا؟ فتح الشهيه موضعيا؟ لا، فتح الشهيه موضعيا دي بنعملها بطرق تانية، ان انا ادي مكملات غذائيه مركزه عليه السعرات. يعني ايه؟ يعني حضرتك شخص شهيتك مقفوله كريم مثلا، ممكن يكون اكلك قليل صح كده، بتقول لي انا يا ريان ما اقدرش اكل اكتر من وجبه واحده في اليوم وبشعر بالامتلاء من اقل كميه صح كده. انا هعمل ايه؟ انا هديك مع الوجبه اللي انت بتاخدها اليوميه اللي انت ما تقدرش تاكل غيرها كوبايه او كوبايتين مش كبار 100 ملي فقط لا غير، بس السعرات والبروتين الموجود اللي فيها ثلاث اضعاف اكلك اليوم. حضرتك قلتي كوبايه او كوبايتين ايه؟ كوبايه او كوبايتين من مكمل غذائي طبيعي برضو. حاجه بقى عكس بيستا تكون بتديك الشعور، يعني شعور. انتوا مش ناويين تعملوا حاجه عكس بيستا؟ لا ان شاء الله شركه بايو يعني الناس اللي زي حالتي بتعاني لا دي حقيقه، ودي ان شاء الله الفتره الجايه. انا عايزه يعني اي حد متابعنا النهارده وبيتفرج وزي ما انت بتقول انا عجبني جدا الموضوع ده، عنده مشاكل لاولاده في نقص الشهيه، حد عنده مشاكل في الاورام ما بياكلش، في مشاكل ده موجود يعني للاسف كتير جدا جدا. فالحاجه بجد جميله لشركه بايو ناتشرالز، هي طبعا عايزه اقول منتجاتها طبيعيه 100% كلها امنه ومرخصه من وزاره الصحه، وهم طول الوقت بيشتغلوا ان هم يفيدوا اي حد عنده مشكله. فهم الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى في، يعني انا عايزه كل حد بيتفرج علينا النهارده يدخل على صفحتهم بايو بيستا او على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان هم عندهم منتجات كتير جدا جدا متنوعه، يقدروا يستفسروا اي حد عنده مشكله صحيه ليه او لاولاده غير اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، يقدروا يخشوا على الصفحه او على الارقام ويسالوا عن كل المنتجات اللي موجوده. جميل. وعلى ذكر الافاده، احنا جات لنا شويه اسئله من خلال مشاهدينا، منهم سؤال من شيرين بتقول انا وزني، انا سني 35 سنه وبدخن كتير وعندي سمنه وزني 170 كيلو. بتعمل دايت وما بتقدرش تكمل وبتاكل اكتر وبتعاني من السكر من الدرجه الثانيه وعايزه تخس باي طريقه وبتقول مش قادره استحمل. يعني طيب حقيقي الوضع صعب جدا. هقول لشيرين بقى حاجه هتتفاجئ من اللي انا هقوله. يا شيرين، انت حتى لو رحتي لدكتور عشان يعمل لك عمليات جراحيه لتصغير حجم المعده عشان الوزن طبعا زايد، هو هيرفض ده لغايه لما تخسي باي طرق من الطرق المتاحه تخسي كم من الوزن معين، فهو هيحولك لازم لفريق طبي من التغذيه علشان تفقدي وزن. فانت كل الطرق وكل السبل الموجوده دلوقتي ومتاحه ليكي علميا وطبيا مع اي دكتور فعلا يعني بيراعي ربنا، خلينا نقول كده، هيقولك لازم تمشي على حاجه او منتج يساعدك، لان اكيد زي ما هي قالت مشيت على دايت كتير فشلت فيها. خلي بالك يا كريم في مشكله تانية برضو مش ناس كتير عارفاها، وزنها الزائد قوي ده عامل لها مشاكل في ركبها، فهي حركتها صعبه طبعا، والعمود الفقري كله، عندها السمنه بتؤدي لنقص فيتامين دي مباشره، فهي عندها نقص انا متاكده حاد، مش هنقول نقص، ما عندهاش فيتامين دي اساسا. انا كنت متخيل ان ممكن يبقى كلمه سمنه بتشتمل على كلمه نقص، انا فاكر ان السمنه دي معناها ان في فرط زياده في عندنا لا خالص فعلا. ده مريض السمنه يا كريم للاسف بيعاني من نقص تقريبا في كل الحاجات، الدهون دي بتاثر سلبا على كل شيء. ده النقص ده جاي منين؟ ده لا لا، هو انت فاكر ان معنى زياده الوزن والدهون الموجوده في الجسم دي ان ده معناه صح؟ ده معناه ان كل العناصر بتدخل بالظبط. لا 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 خالص، اولا بيعتمدوا على السمنه في عناصر غذائيه خاطئه. خلي بالك السمنه برضو مفرطه دي يا كريم عمرها ما بتيجي من اكل صحي بناكله بس بكميه كبيره، لازم تكون
بيدخل نسبه سكر عاليه جدا، دهون ضاره عاليه جدا، المهدرجه اللي احنا بنتكلم عليها. خلي بالك اصلا بقى الدهون المكونه في جسمك الكتير دي بتقلل امتصاص الفيتامينز، يعني فاهمني، يعني مش مجرد حتى لو بياكل اكل صحي مش بتستفيد منه، مش بتستفيد منها. فمش بس عشان هو بياكل اكل مش صحي، دهونك الزايده دي معطله امتصاص الحاجات المفيده في جسمك، مبوظه السيستم. ربنا خلق الجسم يا جماعه بمنظومه كبيره جدا جدا معقده بتشتغل لفائدتنا ومصلحتنا، احنا اللي بنعطل المنظومه دي. أيوة. انت عارف اصلا يا كريم ان فكره انت بتاكل 24 ساعه، الناس اللي فاتحه الثلاجه 24 ساعه او بتطلب دليفري طول الوقت، فهي طول الوقت منشغله شغله جسمها بعمليه الاكل، عمليه الاكل دي معطله الدم اللي في جسمك انه يروح يشتغل وظايفه المهمه جدا جدا، منهم الحرق. فانا عايزه اقول للحاله اللي طبعا اللي كنا بنقرا حالتها دلوقتي، شيرين، يا شيرين لازم تتواصلي مع الارقام اللي ظاهره على شاشه فريق بايو ناتشرالز او صفحتهم بايو بيستا عشان تقولي لهم بقى كل تفاصيل حالتك، لانك حاله فيها تفاصيل انا متاكده كتير جدا. طب. تفاصيلنا الصحيه، مشاكلنا السابقه، انواع الدايت اللي عملناها، عاداتنا بالظبط، عندنا مشاكل في ركبنا فعلا، حركتنا معدلها قد ايه، نقص الفيتامينز، تحاليلنا، كل ده هتتواصلي مع فريق بايو ناتشرالز من اخصائيين التغذيه المتخصصين، وهم هيقولوا لك الكورس المناسب ليكي سواء بيستا او اي حاجه تانية، بس بيستا هو الانسب طبعا، مع مستخلص القهوه الخضراء، مع قلب مالتي فيت، وطبعا اكيد انت بكل الاحوال هتاخدي الهديه فيتامين دي 3 والمتابعه، بس وارد نكون محتاجين كمان حاجات مكمله معانا عشان نساعد في ان احنا نخس بطريقه صحيه واسرع باذن الله. طب ده كان سؤال شيرين. استاذ محمد بقى بعد بيقول انا اسمي محمد وعمري 60 سنه، بعاني من الضغط والسكر والسمنه، رجلي ورمه جدا ومش بعرف امشي عليها كتير، محتاج اخس وزن يعني نسبه كبيره من وزني. طيب استاذ محمد، يعني 60 هنقول مجازا من كبار السن، كبار السن وتعاملهم مع بيستا اخباره ايه صحيح؟ ما هو بقى كنت هقول حاجه كويس كنت هقولها في شيرين، كنت هكملها كويس ان هي موجوده عند استاذ محمد، وهي طبعا الامراض المزمنه يا كريم. بيستا من اهم بجد ما يميزه ان هو اثبت الحمد لله طول الفتره اللي احنا شغالينها تقريبا من اول 2022، ودي مده يعني الحمد لله مش كبيره جدا، ان احنا طلع كم حالات كتير جدا جدا كان عندها سمنه وامراض مزمنه بالذات السكر النوع الثاني يا كريم المترتب على السمنه، حصل تحور يعني 180 درجة في كل الحالات نتيجة فقدان الوزن، ان احنا مشكلتنا اتحلت، اثر بطريقة ممتازة جدا ان الامراض المزمنة دي اتحسنت. كنا بناخد جرعة كبيرة قللناها، طبعا الانسولين صعب نبطله، بس لما كنا بناخد علاج للسكر في ناس كتير جدا لما فقدت وزن وتحسنت ابتدت العلاج وجرعاته تقل جدا جدا. فبالعكس استاذ محمد لما هتمشي على كورس بيستا اللي احنا لسه متكلمين عليه، وتقدر تتواصل طبعا على صفحه بايو بيستا والارقام اللي ظاهره على الشاشه، هم هيقولوا لحضرتك كل التفاصيل وكل الروتين، وان شاء الله هنخس الكم اللي احنا عايزينه اللي هيخلي باذن الله كل الامراض المزمنه يحصل فيها تحسن كبير جدا. اللهم امين ان شاء الله. احنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كالعاده، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، الى اللقاء.